بكم في صالون جدل الثقافي للقاء مع الدكتورة خلود السباعي، أستاذة الباحثة المغربية المتألقة في مجال علم النفس الاجتماعي وفي مجال البحث في قضايا النساء ومقاربة النوع وإشكالية الجندر. يسعدنا في مؤسسة مؤمنون بلا حدود غاية السعادة أن نستقبل الدكتورة خلود وأن نفتح معها مجالا للنقاش حول الورش المهم والقيم الذي تشتغل عليه من خلال أستاذتين وباحثتين جادتين. يشرفنا أن نستقبلهما ونشكرهما على تحملهما عناء القراءة والبحث والتقييم والمراجعة، وهما الأستاذتين زهرة الخمليشي من تطوان والأستاذة زينب النجاري من كلية الآداب والعلوم الإنسانية الجديدة. الأستاذة محي الدين نزيهة تعتذر لأسباب خاصة، ورقتها إن شاء الله ستنشر ضمن ملف خاص بكتاب الدكتورة خلود السباعي ضمن قراءات أخرى يساهم فيها باحثون آخرون. أرحب بكم في هذا اللقاء وأرحب بأولئك الذين يتابعوننا عبر الفضاء الأزرق سواء عبر الفيسبوك أو عبر اليوتيوب، أرحب بهم دائما، أشكرهم على وفائهم، أقول لهم دام حبل المحبة والمعرفة متواصلا بيننا. نرحب بملاحظاتهم وبتفاعلاتهم التي تتيحها التقنية الحديثة. برنامج هذه الأمسية سيكون أننا سنستمع في البداية لمداخلة الأستاذة النجاري، بعد ذلك مداخلة الأستاذة الخمليشي، ثم نفتح لائحة نستريح، بعد ذلك نعود للاستماع إلى الأسئلة، وفي النهاية تعقيب يعني مركز للأستاذتين، ثم سنعطي الكلمة مسك الختام لعروسة هذا اللقاء الأستاذة خلود السباعي. المداخلة الأولى ستكون للأستاذة زينب النجاري، هي أستاذة علم اجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة شعيب الدكالي الجديدة. لها كتاب في طور النشر تحت عنوان الفقر والهشاشة الاجتماعية، إضافة إلى مقالات متنوعة مثل التمدين والإشكال الجديد للفقر والهشاشة، التدين والفقر، الإعاقة والشيخوخة والهشاشة الاجتماعية، الفقر المادي والفقر البشري، أية علاقة. يعني الأستاذة تشتغل على ورش مهم فيما يتعلق بالهشاشة الاجتماعية. في حدود 20 دقيقة أعطيها الكلمة فلتتفضل مشكورة. وجه شكري لمؤسسة مؤمنون بلا حدود على تنظيمها لهذا اللقاء العلمي المفيد، كما أوجه شكري للأستاذ عبد النبي حري الذي وجه لنا الدعوة للمشاركة في هذا اللقاء، ويسرني أن أكون من المشاركين في هذه القراءة لهذا الكتاب. إذن الكتاب الذي بين أيدينا هو تحت عنوان الجسد الأنثوي وهوية الجندر، طبعة الأولى 2007 لمؤلفته الأستاذة الدكتورة خلود السباعي. والأستاذة خلود السباعي أستاذة التعليم العالي كما ذكر الأستاذ، محاضرة وباحثة في علم النفس الاجتماعي بجامعة حسن الثاني بالمحمدية، حصل على دكتوراه في علم النفس الاجتماعي في موضوع الجسد الأنثوي وهوية الجندر، من الأوائل الذين أثاروا قضية الجسد الأنثوي في المجتمع المغربي المحلي بمنظور جديد وبأبعاد سوسيو-نفسية عميقة وسوسيو-أنثروبولوجيا، مشاركة في عدة ملتقيات ثقافية على المستوى الوطني والدولي وكذلك في مختلف المنابر الإعلامية. معلومات حول الكتاب، هذا الكتاب يعني من الحجم المتوسط يضم 371 صفحة وغلاف في الطبعة الأولى ذو لون وردي. تضمنت الصفحة الأولى من الغلاف صورة لجسد امرأتين تنظر إحداهما إلى المرآة، الواجهة الثانية من الغلاف تتضمن كلمة للدكتورة رحمة برقية في حق هذا الكتاب.
بالنسبة لمحتوى الكتاب، قسمت المؤلفة الكتاب إلى بابين. الباب الأول جسد أنثوي في أبعاده الثقافية والدينية، الباب الثاني الجندة والهوية الأنثوية. بالنسبة للباب الأول يضم 3 فصول، الباب الثاني كذلك يضم 3 فصول، والهدف من تأليفه كما وضحت الدكتورة هو فضلا عن كونه كما ذكرت نيل شهادة الدكتورة وتلبية فضول علمي ومعرفي، كونه يثير قضية علمية في غاية الأهمية وهي قضية الجسد، ذلك أن الجسد مثل منذ القديم مظهر خارجي للشخصية والواجهة التي يتم بواسطتها الإعلان عن الانتماء الثقافي والاجتماعي والهوية التي تمنح للشخص إحساسه بالانتماء، شيء الذي أدى بمختلف الدراسات المعاصرة إلى إعادة النظر في هذا المفهوم باعتباره معطى ثقافي وواقع اجتماعي دالة، وخاصة جسد المرأة الذي يحمل أبعادا تمس الأسرة وأساليب تنشئة اجتماعية ونماذج الخطاب حوله، وخاصة أيضا إذا كانت هذه المرأة تنتمي لوسط قروي مغربي مثل جبالة. الإشكال الذي طرحته المؤلفة هو كالتالي: كيف تتمثل المرأة القروية في منطقة جبالة جسدها؟ ما هي انعكاسات هذا التمثل على إحساسها بهويتها القروية؟ الفرضية التي انطلقت منها المؤلفة مفادها أن تمثل المرأة القروية الجسد الأنثوي له انعكاسات على تقييمها لهويتها في بعدها الفردي الأنثوي من جهة، ثم في بعدها الاجتماعي القروي من جهة ثانية، وذلك في ظل ما أصبح يميز الهوية القروية من تحولات تتجه نحو الأخذ بالممارسات الجديدة المستقاة من المجالات الحضارية مع الحفاظ على ما هو قروي. العينة التي اختارتها الدكتورة يعني أخذت عينة فيها نساء عازبات، نساء متزوجات، نساء مسنات ونساء شابات، ولكن دون تحديد العدد. تم اختيارهن بطريقة عشوائية بناء على 3 متغيرات، هي مؤشر الانتماء السوسيو-اقتصادي، مؤشر السن، ثم مؤشر الحالة العائلية الزواجية، وكلها في نظري مؤشرات سوسيولوجية معتمدة من طرف المؤسسة الدولية المهتمة بقضايا التنمية في تحديد مستوى الفقر أو التنمية البشرية. مجتمع الدراسة الذي قامت به يعني هذا البحث هو منطقة قروية هي وادلاو بجبالة ضمن إقليم تطوان. بالنسبة للمناهجية التي اعتمدتها المؤلفة، اعتمدت على أدوات وتقنيات منهجية متنوعة، الملاحظة بمشاركة، المقابلة نصف موجهة، وقامت خطوات تحليل على تعيين أشكال الخطاب حل الجسد، ثم تعيين التمثلات التي يعبر عنها الخطاب، ثم استنتاج التقييم الذي تمنحه المرأة لهويتها القروية، وذلك في إطار سيكو اجتماعي اعتماد على مقاربة النوع باعتبارها أحد الآليات المعاصرة التي من شأنها أن تقرب أكثر من فهم بعض السمات السيكو اجتماعية المميزة للمرأة القروية داخل سياقها الثقافي الاجتماعي والتاريخي. أهم المفاهيم التي اعتمدت المؤلفة: الجسد، الهوية، المرأة والمجتمع. الآن هذه تقديم لما قدمته المؤلفة باختصار. القراءة التي سأقوم بها أنا عنوانها الأبعاد السوسيولوجية للكتاب، على أساس أن الأستاذة محي الدين التي تعتذر عن الحضور تناولت الأبعاد السيكولوجية. إذن ما هي الأبعاد السوسيولوجية لهذا الكتاب؟ نحن في قراءتنا هذا الكتاب نسعى الكشف على الأبعاد السوسيولوجية للعلاقة بين الجسد الأنثوي والتمثلات التي تحملها المرأة والمجتمع عن هذا الجسد، وعن التحولات التي أثرت في هذه العلاقة وفي هذه التمثلات. الجسد أولا، الجسد كموضوع معرفة سوسيولوجية. إن اختيار الجسد كموضوع معرفة سوسيولوجية أو ما أصبح يعرفه بسوسيولوجيا الجسد هو فرع حديث من فروع الاجتماع، يمكن رصد بدايته مع بداية العلوم الاجتماعية في القرن 19، حيث انصب اهتمام بعض العلماء آنذاك بالحالة الجسدية المزرية للعمال المشتغلين في المعامل في إنجلترا كنتيجة للثورة الصناعية، وما كانوا يعانونه من في ظل ظروف العمل القاسية، مثل إنجلز الذي وصف الحالة الجسدية للطبقة العاملة في كتابه وضعية الطبقة العاملة في إنجلترا. وتطور هذا الاهتمام مع ظهور مدرسة التحليل النفسي، ثم مع ظهور بعض الدراسات حول الإحساس مع جورج زيمل، أو حول تقنيات الجسد مع مارسيل موس. غير أنه ابتداء من الستينات من القرن 20 احتل الاهتمام بهذا الموضوع مكانة هامة في الدراسات السوسيولوجية المعاصرة، حيث اعتبر الجسد منسوجا اجتماعيا وثقافيا وأداة علمية للكشف والتحليل، ينظر من خلاله للمؤسسات والبنيات والعلاقات الاجتماعية وآلية السلطة وقراءة التمثلات الجماعية والمعاني والدلالات ورموز.
إن السؤال السوسيولوجي عن الجسد هو سؤال في العمق عن المجتمع ومؤسساته وتنظيماته وعلاقاته وتناقضاته وآفاقه. كما يحتل الحديث عن الهوية النسائية اليوم مكانة هامة في النقاش حول الحداثة والتغير الاجتماعي. إشكال الذي أطرحه أنا في قراءتي لهذا الكتاب وكالتالي: ما هي الأبعاد السوسيولوجية لمضامين هذا الكتاب؟ ما هي الأوضاع الاجتماعية للمرأة القروية في منطقة واد لو؟ ما تأثير المستوى السوسيو اقتصادي والثقافي على صحتها وعلى تمثلها لجسدها؟ هل تشكل علاقة المرأة القروية بجسدها تمثلا مؤطرا بالدلالات والقيم الاجتماعية والثقافية؟ ثالثا، القضايا السوسيولوجية المطروحة في الكتاب. للجواب عن هذا الإشكال حاولنا من خلال هذا الكتاب رصد ثلاثة قضايا سوسيولوجية. القضية الأولى الصحة والمرض وعلاقتهما بالفقر ومستوى العيش. القضية الثانية التعليم. القضية الثالثة الهوية الجندرية. القضية الأولى الصحة والمرض وعلاقتهما بالفقر ومستوى العيش، وهي من المؤشرات الأساسية التي اعتمدت عليها المؤلفة في اختيار العينة كما صرحت بذلك، حيث أن النساء اللواتي تم اختيارهن ينتمين إلى وسط قروي يقع في شمال المغرب ويطل على البحر الأبيض المتوسط، يتكون من منطقة واد لو الشاطئية التي عرف سكانها سابقا ببساطة العيش وكونه من أكثر المجتمعات التقليدية على حد تعبيرها، من المناطق القروية التي تعاني من الفقر والتهميش والإهمال، وأن حالة الفقر هاته تؤثر على الحالة الصحية والتعليمية للساكنة عموما على المرأة خصوصا. تطرقت المؤلفة لهذا الموضوع على الخصوص في الفصل الثاني من الباب الأول، حيث حللت في المحور الأول تمثل الصحة والمرض من طرف النساء القرويات، وفي المحور الثاني بعض معالم التغير في الجسد الأنثوي وتمثل المرأة القروية لهذا التغير. فما تأثير مستوى العيش على صحة المرأة؟ كيف تتمثل المرأة القروية الصحة والمرض؟ ما تأثير ذلك هذا التمثل على سلوكها؟ ترى المؤلفة أنه لا يمكن الحديث عن البعد الصحي للمرأة القروية في منطقة واد لو دون ربطه بمختلف الظروف والأوضاع السوسيو اقتصادية التي تعيش عليها. هذه الظروف التي أهم ما يميزها النقص الذريع للتجهيزات التحتية وتفشي الفقر، الأمراض التي يدفعها إلى البحث عن علاجات محلية وبذل مجهودات جبارة من أجل العناية بصحتها وصحة أسرتها. ومن أهم المعيقات في هذا المجال ما يلي: أولاً، عدم توفر الماء الصالح للشرب مما يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة. ثانياً، عدم وجود طرق المعبدة وهذا يؤدي إلى العزلة وصعوبة الوصول للمستشفيات. ثالثاً، تواجد حيوانات مع الأسرة في نفس المنزل وعناية المرأة بها في إلى جانب الأطفال والمنزل. الفقر الذي يؤدي إلى سوء التغذية والأمراض المتعلقة به كفقر الدم. ضعف الخدمات الصحية والاجتماعية التي تؤدي إلى تضاعف نسبة الوفيات وخاصة أثناء الولادة. إلا أنه على الرغم من وجود هذه العوائق فإن النساء في هذه المنطقة يحرصن على النظافة بما في ذلك نظافة الملابس والأغطية وصيانة المنزل لطرد الهوام والحشرات، وكلها مجهودات ظلت ضئيلة في ظل ما كانت تعيش المنطقة من فقر وتهميش. لهذا ارتبطت النظافة بالصحة والخوف من المرض الذي يعرض المرأة للتعدد أو الطلاق أو التهميش أو النبذ الاجتماعي. بل وتمثل الصحة أحد أبرز المعايير التي كانت ولا زالت تراعى في اختيار المرأة للزواج. ومقارنة مع الدراسة التي أنجزتها الأستاذة زينب معادي، اعتبرت هذه الأخيرة أن الوضعية الصحية للنساء في المناطق القروية بالمغرب تعاني من عدة نواقص كالولادة بعيدة عن المراقبة الطبية وارتفاع نسبة وفيات الأمهات أثناء الوضع رغم المجهودات التي بذلت وتبذل في عدة مشاريع. وهذا ما يؤكد كذلك تفسير الأنثروبولوجيا الطبية أن الصحة منتوج اجتماعي سواء على مستوى الفاعل الاجتماعي أو على مستوى المؤسسة الصحية. ويؤكد أيضا أن الأوساط القروية المغربية سواء في الشمال أو الغرب أو الجنوب متشابهة في معاناتها من النقص في التعليم والصحة والبنية التحتية، مما يجعل المغرب يصنف ضمن البلدان المتأخرة في دليل التنمية البشرية. كان المرض يعرف في منطقة جبالة من خلال ربطه بالألم ويعاش كمعاناة صامتة، وتصفه المرأة بشكل شمولي كالبرودة والحريق. تقول باش مريضة تقول فيها البرودة فيها الحريق، وإن درجة هذا الصمت تصبح مضاعفة لما يتعلق الأمر بأمراض مرتبطة بالجهاز التناسلي أو ذات علاقة بما هو جنسي، وتعود أسباب التكتم إلى طبيعة التنشئة الاجتماعية التي تحول دون تمكن المرأة من الحديث بشكل علني عما هو جنسي حتى وإن تعلق الأمر بالمرض والحاجة إلى العلاج، وكذلك إلى الخوف من العقم الذي يعرض المرأة لا محالة إلى الإهمال. أما أسباب المرض في المنطقة المدروسة فهي متعددة، ويتم ربطها غالبا بالسحر أو الحسد أو العين، وهذه الأخيرة لها حضور قوي في التمثل الشعبي للمرض الذي قد يصيب المرأة فجأة، وخاصة التي تتميز بأوصاف وخصال جسدية أو معنوية.
وترتبط أساليب العلاج في أغلب الأحيان بالكيفية التي يتم بها تمثل المرض. فإذا تعلق الأمر بتوعك صحي ناتج عن أسباب ملموسة كالزكام مثلا، فإن المرأة غالبا ما تلجأ إلى الأعشاب المعروفة بالمنطقة كاللويزة والزعتر وفليو والكروية والقرفة والعسل إلى آخره. أما إذا تعلق الأمر بسببك في ذي طابع سيكولوجي فإن غالبا ما تلجأ إلى البخور التي تبعد تأثير العين والحسد كالشب والحرمل إلى آخره. وإذا لم يتحقق العلاج فإنها تطرق أبواب أخرى تتمثل في اللجوء إلى الفقهاء لتلمس بركاتهم أو طلب للشفاء عن طريق الرقية أو التمائم والأحجبة أو اللجوء إلى السحرة والمشعوذين أو زيارة الأضرحة أو الحامات الطبيعية. وبما أن قرية وادلو كانت لا تتوفر إلا على مركز طبي متواضع فإن الحالات المستعصية المستعجلة كانت لا تعالج إلا بالسفر إلى مدينة تطوان، وكانت أغلب النساء جنى للطبيب في حالة تلقيح الأطفال أو من أجل طلب وسائل منع الحمل أو الولادة. وتفضل معظم النساء الرضاعة الطبيعية بعد الولادة إلا في حالات خاصة يتم فيها الجمع بين الرضاعة الطبيعية والاصطناعية. وتلجأ الفقيرات المفتقرات الحليب الطبيعي أو الاصطناعي إلى إطعام الرضع بالدقيق مما يعرض الأطفال إلى التهابات معوية حادة وإلى الوفاة. ولا شك أن وفاية الأمهات أثناء الوضع ووفاية الأطفال تعد من النقط السوداء بالنسبة لنتائج ومؤشرات الصحة في المغرب، وهي ظواهر جد متفاقمة بالوسط القروي ولدى الساكنة الفقيرة وفي الأوساط التي تعرف نسبا عالية من الأمية كما أكدت ذلك التقارير الدولية والوطنية. هنا في هذا الديابور أتحدث عن الحمل الذي يعني يعتبر أمرا مقدسا في التمثلات القروية الشعبية، والإجهاض الذي يعتبر يعني عادة أو ممارسة مرفوضة اجتماعيا ودينيا كما يعتبر أحد الممارسات النسوية المغلفة بالسرية والتكتم، وذلك لارتباطه على المستوى الرمزي بمفاهيم الشرف والعرض والعار إلى آخره. إذن في ظل هذه التمثلات التي تختزل المرأة في جسدها وتتعامل معها كموضوع غاية تلبية رغبات الرجل وخدمته وأداة للإنجاب، فإن الشيخوخة تعتبر من العوامل المقززة التي تفقد المرأة أنوثتها وجاذبيتها في مقابل الرجل الذي يزداد في نظر هذا المجتمع وقارا وهيبة كلما تقدم في السن، الأمر الذي يبرز عمق اللامساواة الجندرية. سألجأ الآن إلى النقطة الثانية، ربما أترك هذا إلى النقاش، وهي التعليم، قضية التعليم. صرحت المؤلفة أن أغلب نساء العينة أميات، تتلخص كل ثقافتهن فيما هو شفوي، وأن ما يقرب من نصف النساء في منطقة وادلو لم يسبق لهن ولوج المدرسة. وبالنظر إلى ما تعانيه جل المجالات القروية من خصاص على مستوى التجهيزات الأساسية والبنى التحتية، نجد قلة عدد المدارس وبعدها عن المناطق السكنية، مما يفرض على التلاميذ ذكورا وإناثا قطع مسافات بعيدة، يضطرون مع المكوت عند باب المدرسة في فترة الغداء، فيتغيبون بفعل ذلك طيلة اليوم عن مراقبة الأهل. وتمثل هذه المعطيات دواعي حقيقية لتخوف الأمهات على بناتهن، فيفضلن حرمانهن من التعليم أمام ما يمكن أن ينتج عن ذلك من مخاطر. ولهذا تشير الأمهات إلى خطورة المدرسة كمجال يؤثر على تصرفات الفتيات وأخلاقهن، حيث ذكرنا بأن جل الفتيات اللائي تعرضن للفضيحة وعرضن أسرهن للعار نتيجة حملهن غير الشرعي، هن في غالب الأحيان من بين الفئات التي تذهب إلى المدرسة. فحفاظا على الشرف وحسن السمعة تفضل جل الأمهات بأن تبقى الفتاة تحت المراقبة المستمرة إلى أن تتزوج. هذا ناهيك عما يمكن أن يؤدي إليه التمدرس من أشكال الرفض والتمرد التي تتعارض مع أبرز الصفات المطلوبة في المرأة والمتمثلة في السكانة والحشمة والحياء. وللحفاظ على الصفات يتم حرمانها من التعليم وتقييد حركتها في المجال، كما يتم اختزال كيانها في وظيفتي الإنجاب وخدمة الزوج والأطفال وتهيئها لذلك. ولا شك أن أمية المرأة القروية تنعكس سلبا على تمثلها للحياة وللهوية وللجسد، وخاصة في حالات المرض أو في حالة الحيض أو أثناء الولادة، مما يعرضها في كثير من الأحيان إلى ممارسة طقوس تضر بصحتها ويعرضها للوفاة، كما تنعكس سلبا على إدراكها لأهمية عائدات التعليم وإيجابيته في بناء شخصيتها وتغيير شروط حياتها إلى أفضل. النقطة الثالثة الهوية الجندرية.
خصصت المؤلفة الباب الثاني من كتابها لتحليل هذا الموضوع، حيث انطلقت من العام إلى الخاص، فبدأت بتحديد مفهوم الهوية بصفة عامة، ثم تحديد مفهوم الهوية الأنثوية، ثم تحليل خصائص هوية المرأة القروية في وادي لاو من خلال ثلاثة فصول. فأبرز ما يميز الهوية في جميع الدراسات التي تناولت هذا الموضوع هو العلاقة مع الآخر، ولهذا اهتمت الأنثروبولوجيا الثقافية به حينما نظرت إلى الهوية في بعدها الاجتماعي الثقافي، مبرزة الطابع الدينامي والتفاعلي للهوية. وإذا كانت الهوية السيكو-اجتماعية تشير إلى ما هو فردي، فإنها تشير أيضا إلى ما هو اجتماعي، حيث أن الشعور بالوجود، أي أنا مختلف عن الآخرين، يتموضع ضمن إطار العلاقة بالآخر، مما يحيل على حقل السوسيولوجيا. ومهما اختلفت التعريفات المقدمة للهوية، فإن الهوية النفسية الاجتماعية تتضمن قطبين متعارضين ومتكاملين في نفس الوقت. هوية فردية تتضمن الخصائص أو الخصائص الشخصية، هوية اجتماعية تنتج عن الانتماء الاجتماعي، الشيء الذي جعل المؤلفة ترفض كل محاولة للتمييز بين الهوية الفردية والاجتماعية. وتساءلت المؤلفة بعد ذلك عن معنى الهوية الأنثوية، وكيف تم تمثل الأنوثة ضمن مختلف المجتمعات والثقافات. فأجابت عن ذلك بكون الجسد الأنثوي قد استعمل ولا زال يستعمل كمبرر لتهميش النساء واحتقارهن وإبعادهن عن أغلب مراكز القرار في عدد كبير من المجتمعات. إن مفهوم الأنوثة في الأمثال والحكايات الشعبية والأدب والسياسة والفن والقانون تختزل في كون المرأة مفهوم الأنوثة يختزل في كون المرأة انفعالية، ظريفة، حساسة، صبورة، عاطفية، ساذجة، وذلك في مقابل السمات الذكورية التي تتمثل في القوة والعقلنة والاستقلالية والتنافس. والسبب في ذلك هي العقلية الذكورية، كما أكد على ذلك بيير بورديو كذلك في كتابه الهيمنة الذكورية. هكذا مثل الجنس منذ القديم مرجع للهوية، فاعتبر الجسد الأنثوي على مر التاريخ الإنساني الدعامة الأساسية لكل تمييز ضد المرأة على حسابها. ولم يتوانى الفلاسفة والأدباء ورجال الدين من التصريح بدونية المرأة، إلا أنه ابتداء فترة الستينات طرأت تحولات اجتماعية غيرت من هذه التمثلات بفضل ظهور مجموعة من الحركات النسائية التي دعت إلى المساواة وتجنب أي استغلال اجتماعي أو ثقافي للفوارق أو السمات البيولوجية بين الرجل والمرأة. ولأجل فهم أعمق للواقع الاجتماعي كان من الضروري التمييز بين الجنس والجندر حتى تتضح الفوارق ما بين الإنشاءات الاجتماعية والثقافية من جهة والاختلافات البيولوجية من جهة ثانية. وتعتبر آن أوغلي من الأوائل الذين أدخلوا هذا المفهوم إلى السوسيولوجيا من وجهة نظر نسوانية في كتابها الجنس والنوع والمجتمع. واعتبرت يعني آن أوغلي الجنس كلمة تدل على الفوارق البيولوجية بين الذكور والإناث، إذ يحيل مفهوم النوع إلى التأويلات الثقافية للاختلافات البيولوجية، وإلى التصنيف الاجتماعي مذكر مؤنث، وإلى الأفكار والتمثلات الاجتماعية لمعنى الذكورة والأنوثة. ويختلف من ثقافة إلى أخرى، حيث أن الشعوب والثقافات تختلف في تحديدها لسمات الذكورة والأنوثة، ويتم إنتاج وإعادة إنتاج النوع من خلال العديد من الأفعال والممارسات اليومية. وفي التسعينات ارتأت أغلب الدراسات المعاصرة الحديث عن هوية الجندر بدل الهوية الأنثوية، على اعتبار أن اختلافات الجندر هي اختلافات ثقافية محضة. وترى جوديت باتلر في كتابها جندر ترابل أن النوع هو هوية يتم تكوينها على نحو غامض في سياق الزمن، وهو نمط مرن يظهر في سلوكات الناس أكثر ما يظهر في طبيعتهم. والجندر هو تعريب الكلمة الإنجليزية جندر ثم في الفرنسية، ولا توجد ترجمة واحدة له في اللغة العربية، ويتم تعريبه إلى مصطلحات متعددة من الجنس البيولوجي، الجنس الاجتماعي، الدور الاجتماعي، النوع الاجتماعي، جنوسة إلى آخره. ويقصد به الخاصيات الاجتماعية المجسدة الاختلافات في السلوك ما بين الرجل والمرأة داخل ثقافة معينة. وإذا كان مفهوم الجنس يحيل على الفوارق البيولوجية الطبيعية بين الرجال والنساء، فإن مفهوم الجندر يحيل على الفوارق الناتجة عما هو ثقافي اجتماعي مكتسب، ويعتبر
بيير بورديو في كتابه لا دوميناسيون ماسكولين ان يعتبر بيير بورديو في كتابه لا دوميناسيون ماسكولين ان الجندر مفهوم مهيكل للادراك والتنظيم الرمزي للحياه الاجتماعيه ورمتها على اعتبار ان ما يعين الجندر هو الرمزيه المشتركه داخل مجتمع معين والتي تولى تحديد ما يجب ان يكون عليه كل من الرجال والنساء على حد سواء مشيرا الى اهميه دور التنشئه الاجتماعيه في تلقين القواعد الثقافيه والعمل على دمجها في الشخصيه. وتطرقت المؤلفه لكي اصل النهايه في الفصل الثالث من الباب الثاني الى هويه المراه في وادي لاو، معتبره ان العلاقه بين الهويه والمجال في هذه المنطقه علاقه قويه، ذلك ان المجال في الاوساط القرويه غير منفصل عن الروابط الاجتماعيه، فالهويه القرويه في منطقه وادي لاو هويه جبليه تقليديه خضعت بدورها للتحولات الثقافيه المعاصره بسبب تطور وسائل الاتصال وبروز الصناعات التي تثير الرغبه في استهلاك المتنامي للاشياء والمنتجات الثقافيه الجديده، مما تسبب في خلق نوع من التصدع في الانساق التقليديه ومحاوله التوفيق بين ثقافه قرويه تقليديه واخرى حضريه جديده، مما خلف انعكاسات عديده على مستويات متخلفه. وهذه التحولات الطارئه غيرت من تمثل المراه القرويه للحياه وادراكها لاساليب العيش وفي مقدمتها مفهوم الحاجات الاساسيه، فلم تعد متطلبات المراه القرويه في علاقتها بجسدها منحصره في ضمان الوسائل الحيويه للعيش كما كان الامر من قبل، وانما اصبحت تتعدى ذلك الى دلالات اوسع تعكس رغبتها كانثى في الاستفاده من مختلف التحولات التي مست الجسد الانثوي سواء على مستوى الصحه او التغذيه او التجميل. كما لم تعد تمثلاتها والعيش مرتبطه بالقيم التقليديه المتمثله في الصبر والقناعه والبساطه، وانما في الرغبه العارمه نحو الاستهلاك باعتباره المؤشر الدال على المشاركه في الحياه المعاصره. وفي خاتمه الكتاب اشارت المؤلفه الى التحولات الاقتصاديه والاجتماعيه التي تعرضت لها منطقه لاون في تحيه على مظاهر الحياه الحداثه وانعكاسات ذلك على تمثلات المراه القرويه لجسدها. لهذا حاولت المؤلفه في نهايه الكتاب ان تحدد ابرز السمات المميزه للمراه القرويه في وادي لاو، وتتمثل في الاميه، الحرمان، الفقر، الرغبه في الاستهلاك، تارجح بين التشبث بالتقاليد والاستفاده بالحداثه، يعني تعطينا السمات الملامح العامه للمراه القرويه، تمزق بين الواقع والطموح، تمزق بين الهويه الجبليه المرفوضه والهويه العصريه البعيده المنال، اضافه الى دورها البارز في الحفظ على الهويه الجماعيه. وتدعو الكاتبه في الاخير الى ضروره تسليح المراه القرويه بالتعليم باعتباره الوسيله الوحيده لمساعدتها على تجاوز عقده الصمت والخوف والسلبيه والخضوع والشعور بالنقص وعدم القدره على الوصول لمراكز القرار وتمكينها من مشاريع متنوعه تحقيق استقلالها الذاتي. كما تدعو الى ضروره بلوره هويه جندريه عادله تحترم الاختلاف بين الجنسين وهويه انثويه تحمي المراه من الاستغلال من طرف وسائل الاشهار ودور الموضه ومن الهيمنه الذكوريه، وفي آن واحد تسير في اتجاه تعزيز وتقدير العقل والخصوصيه الثقافيه والدينيه والتاريخيه. خاتمه وتقييم نهائي للكتاب، يظهر مما سبق ان هذا الكتاب رغم كونه دراسه نفسيه اجتماعيه لتمثلات المراه القرويه لجسدها وهويتها كما صرحت بذلك المؤلفه، فان البعد السوسيولوجي كان حاضرا بقوه في التحليل والتفسير، ويظهر ذلك من خلال المؤشرات التي سلطنا عليها الضوء، مما زاد من غنى وثراء مضامين الكتاب واشباع نهم الباحثين سواء في علم النفس او في علم الاجتماع او في الانثروبولوجيا او في الدراسات النسائيه والنوع. ولا شك ان من اهم عوائق اندماج النساء في التنميه الاميه والمرض والفقر والتمييز واللامساواه، ويمكن القول ان واقع المراه القرويه لا يمكن ان يختزل في ارقام ونسب احصائيه، وإنما هي أجساد تتحرك بآلامها وآمالها. ولهذا فإن اختيار الجسد كموضوع معرفة سوسيولوجية لمن الأهمية بمكان، ذلك لأنه من الممكن أن يشكل أداة تحليل فعالة لتفسير وفهم الواقع والآليات المحركة له. تظهر أهمية هذا الكتاب في كونه تطرق على المستوى النظري والمنهجي لموضوع ذي حساسية خاصة وهو جسد المرأة في مجتمع قروي، وإلى الدور الفعال للنساء كعامل محرك نحو التغيير في إطار ندرة الدراسات المنجزة حول هذا الموضوع، وذلك اعتمادا على مصادر ومراجع علمية مختلفة بلغات مختلفة. ولهذا يعتبر هذا الكتاب في نظرنا إضافة نوعية للخزانة العلمية والكتابات النقدية، خاصة وأنه ركز على التمثلات والأبعاد الرمزية والدلالات والمعاني وأنساق التفكير
وشكرا واعتذر على يعني طول المداخلة. استاذة زهرة الخميشي قادمة من كلية من جامعة عبد الملك السعدي شمال المملكة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، تخصص علم اجتماع. أكيد ستتناول الموضوع من زاوية خاصة ستطغى عليها هي أيضا الطابع السوسيولوجي. الأستاذة باحثة لها مجموعة من المؤلفات التي تهتم أساسا بقضايا المرأة، لها كتاب عنوانه قضايا النساء بمحاكم تطوان، التحديات وآليات تعزيز حقوقهن ومناهضة العنف ضدهن. في هذه القاعة لا أحد يمارس العنف يعني. كتاب آخر الحدود في شمال المغرب وآلام وآمال النساء الحمالات، كتاب آخر النوع الاجتماعي والتصنيع. أعطي للأستاذة الخمليشي الكلمة في حدود 20 دقيقة أيضا، فلتتفضل. مشكورة. مساء الخير للحضور الكريم. أولا شكرا الدكتور عبد النبي على هذا التقديم اللطيف، وشكرا لمؤسسة مؤمنون بلا حدود على استضافتي وعلى إتاحة لي الفرصة بهذا اللقاء معكم ومع كلنا. أهنئ مرة أخرى الدكتورة خلود السباعي على هذا المؤلف وعلى هذا الإنجاز العلمي والأكاديمي الرفيع. أستاذة فعلا كما سبقت الأستاذة زينب أن أشارت إلى هذا، أفلحت في هذا المؤلف سواء في اختيار الموضوع الجسد الذي يعد من الدراسات النادرة عندنا خاصة في المغرب. إذن أعتقد دراسات تعد على رأس الأصابع، دراسة لأستاذة زينب معادي ثم دراسة لخلود السباعي. بالإضافة إلى الموضوع الجيد والجديد، أهنئ الأستاذة على المنهجية التي اعتمدتها في هذا المؤلف، المنهج الأنثروبولوجي الذي يعد من المناهج الصعبة والقليلة والقليل من الدارسين والدارسات من اعتمد عليه، خاصة اعتمدت الدكتورة كما أشارت الباحثة أستاذة زينب على الملاحظة بالمشاركة ومعايشة أهل وادلاو لمدة طويلة، وكذلك على المقابلات وعلى الحوارات المتعددة مع فئات من النساء من أعمار مختلفة. وطبعا هذا يصعب على الباحثين، وخاصة ونعرف أن البحث الميداني أحيانا يكون بعجالة. إذن اعتماد منهج الأنثروبولوجي ليس بالأمر السهل. أفتح هنا قوس كذلك أن الباحثة بالإضافة إلى هذه التقنيات قد أشارت إلى نقطة مهمة، وأتمنى في إطار الحوارات أن تناقش دور الجنس ذكر أنثى في القيام بالبحث العلمي. إذن هي في الإشارة إلى كيفية اختراق هذا الفضاء المغلق كما أشارت الباحثة إلى ذلك، لأن حينما نتحدث عن شمال المغرب معروف بمحافظته رغم الانفتاح على أوروبا، وحينما نتحدث كذلك عن وادلاو كمنطقة قروية إذن هناك انغلاق مضاعف وثقافة الانغلاق مضاعفة، وفي مجتمع أمي يصعب القيام ببحث ميداني بإرياحية. إذن كيف السبيل إلى جمع المعطيات؟ بالنسبة للباحثة السؤال يكمن في الجنس، إذن نساء رجال نساء، وإن كان لي سؤال كذلك هل هذا يكفي؟ لأننا حتى حينما نتحدث عن الجنس يعني نساء، هل نتحدث بصيغة المفرد أم نتحدث بصيغة الجمع؟ لأن الباحثة حضارية أو مدينية وكذلك مثقفة، هل هذا لم يطرح عائق؟ لم تطرحها في عوائق البحث، ولكن أهنئك أستاذة على هذه التقنية
وعلى هذه المقاربة بهذا الشكل، هذه المقاربة التي اعتمدت فيها بالإضافة إلى الموضوع على مقاربة النوع الاجتماعي، وطبعا هي مقاربة جديدة لم يتسنى للكثير من الباحثين والباحثات ممارسها على أرض الواقع. فمفهوم كمفهوم النوع الاجتماعي لا زال يطرح عندنا الكثير من المشاكل. بمجرد ما نطرح النوع الاجتماعي وكأننا نطرح صراع ما بين الرجل والمرأة. إذن كمفهوم لم يتسنى بعد فهمه في المجتمع المغربي، لم نعرف بعد حمولته، لم نعرف بعد أهدافه. النوع الاجتماعي لا زال يفهم بشكل مغلوط. بالنسبة للباحثة حاولت التليين من هذا المفهوم وكذلك تقريب تعريف ودلالة لحمولة هذا النوع. حينما نتحدث عن النوع الاجتماعي لا نتحدث عن أشكال هذه الصراعات، لا نتحدث عن التفرقة ما بين الرجال والنساء، نحن فقط نكشف من خلال هذه المقاربة عن أوضاع كل من الرجال ومن النساء. نكشف كذلك أن النوع البيولوجي فعلا يميزنا ما بين الرجل وما بين النساء، ولكن حينما نتحدث عن النوع البيولوجي نتحدث عن حمولة أخرى، عن آليات أخرى تجعل هذا الرجل بنفسية أو بشخصية مختلفة عن هذه المرأة من خلال آليات متعددة، منها التنشئة الاجتماعية التي تحاول تشبيع كل من الرجل ومن المرأة أو من الذكر ومن الأنثى بتمثلات متعددة أحيانا لا تخدم لا الرجل ولا المرأة، وتنعكس بالسلب على النساء وعلى الرجال وعلى المجتمع بشكل عام. إذن من خلال هذا التمييز ما بين النوع وما بين النوع البيولوجي والنوع الاجتماعي حاولت أن تقارب أو أن تعطي هذا المفهوم وأن تبعده عن الحمولة التي ألصقت ظلما به. إذن هذه المقاربة باعتماد النوع الاجتماعي كذلك حاولت أن تعطينا هذه التمثلات أو هذه التنشئة السلبية سواء للنساء سواء للرجال، وكذلك هذه أشكال اللامساواة في الحياة اليومية التي هي في الحقيقة ظاهرة وخفية. إذن من خلال النوع الاجتماعي مارست الباحثة فكرة برشلار لا علم إلا بما هو خفي. إذن الأشياء التي نعيشها بشكل يومي وتظهر لنا كأنها شيء طبيعي هي ليست طبيعية، هي من صنع المجتمع، من صنع ثقافة المجتمع. هذه الإنشاءات السوسيوثقافية تؤثر على النساء في مجالات عدة حسب الباحثة. من بين هذه المجالات مجال العمل أو التوزيع الجندري للعمل. إذن التوزيع الجندري للعمل في منطقة وادلو يخضع للتمييز الجنسي. الأعمال التي تقوم بها النساء ليست هي الأعمال التي يقوم بها الرجال. فالأعمال التي تقوم بها النساء متنوعة متعددة يطبعها هذا التشتت في الزمان وفي المكان، تمر في ظروف صعبة، لا تعطي للمرأة الاحترام والتقدير رغم ما تمتصه منها من زمن. ميزانية الزمن عند المرأة يمتصها العمل أكثر مما يمتصها الوقت الترفيه. وقت الترفيه عند المرأة في هذه المنطقة غائب رغم أهمية الوقت الترفيه سواء في تنمية ذات الإنسان أو راحته النفسية أو تطوير قدراته. وبالتالي لا نستغرب مطلب هؤلاء النسوة بضرورة وجود الحمام. إذن هن يصرن على ضرورة وجود الحمام أكثر من المدرسة، وهنا نفهم دور الحمام في الراحة ليست البيولوجية فقط بل النفسية كذلك. زمن العمل والإنتاج في منطقة الشمال أثر على الزمن الاجتماعي عند هؤلاء النسوة. إذن الزمن الاجتماعي يتداخل فيه زمن الإنتاج، وبالتالي لم تتحدث الباحثة عن وجود وقت
للنسوة فيما بينهن، ما عدا بعد الأوقات القليلة يذهبن إلى البحر أو إلى التسوق إلى غير ذلك. إذن زمن الإنتاج يتداخل مع الزمن الاجتماعي. زمن الإنتاج كذلك يطبعه توتر نفسي كبير، دائما هناك هذه الحلقة المفرغة التي تدور فيها المرأة نتيجة العمل المتكرر، العمل المبلد، العمل الذي لا يسمح للنساء لا بالتفتح الذهني ولا بتحسين علاقاتهن الاجتماعية، رغم دور العلاقات الاجتماعية كما يحدثنا بيير بورديو بذلك أنها رأس مال اجتماعي. وبالتالي يعيشنا هذا الانغلاق رغم الانفتاح. إذن نتيجة طبيعة العمل ما بين الرجال وما بين النساء، عكس الرجال العمل محدود في الزمن وفي المكان، مقسم معروف الوقت الإنتاج والوقت الاجتماعي إلى غير ذلك. إذن في ظل هذه الحلقة المفرغة التي تدور فيها النساء، يصعب كثيرا الحديث عن حالة نفسية مريحة. إذا كان تعريف الصحة حسب منظمة العالمية للصحة هو هد الرحل أو الرفاهية الكاملة في المجال النفسي والاجتماعي والاقتصادي، فهذا يغيب بالبت والمطلق. ويمكن أن نقول حتى النساء اللواتي يدعين أنهن صحيحات فهن لسنا بصحة جيدة حسب هذا التعريف. إذن مع التناقض أو المفارقة الجندرية كذلك في المنطقة المدروسة في شمال المغرب، أن في ظل هذا الامتصاص، هذا الاستغلال الكبير لطاقة النساء، فهناك هذا التغييب على مستوى الحضور سواء في اتخاذ القرارات داخل الأسرة إلا بعد الحالات أو داخل المجتمع. إذن هناك هذا التواجد المكثف في المجال العام ولكن بمفهومه الإيكولوجي وليس بمفهومه الفلسفي عند هابرماس مثلا. هن لا يتفاوضن حول حجم السلطة أو ضرورة وجود السلطة. من جهة أخرى، أن رغم وجود نساء في المجال العام إلا أن هذا الوجود مقيد، إذن لا يشعرن بأنهن مرتاحات في هذا الوجود أو في هذا المجال العام. إذن الجسد كجسد تحكم، أو جسد بخصوصية بيولوجية تحكم في هذا الوجود. هنا دائما مراقبات ودائما محاصرات، حتى في الحديث أو حتى أثناء اللقاء مع الجنس الآخر هناك دائما حضور هذا الحاجز. وهنا تذكر كتاب فاطمة المرنيسي، المرحومة فاطمة المرنيسي، نساء على أجنحة الحلم، نعم تتحدث عن الحريم الذهني. إذن في ظل غياب الفرص للاحتجاب هناك هذا الاحتجاب الذهني. إذن في العلاقة مع الآخر هناك كذلك هذا الأزمة النفسية، ضرورة دخول آلية استراتيجية حتى لا يكون هذا اللقاء مباشر. وبالتالي نرى هذه المرأة التي تستنزف نفسيا كذلك في البحث عن الاستراتيجيات التي تحفظ لها أخلاقها، تحفظ لها سمعتها، في ظل نظام اقتصادي لا يسمح لها بأن تكون داخل المنزل. إذن وحينما كذلك نتحدث عن النساء في شمال المغرب، فهن معروفات كذلك بالنشاط، مما جعل منذ تقريبا بداية القرن 19 ابن عرضون يعطيهن حق الكد والسعاية. إذن هذه الخصوصية للنساء في شمال المغرب وللأسف منذ القرن 19 لحد الآن لم تستثمر في تحسين الوضع الحقوقي والشرط الوجودي للنساء. إذن وهذه نقطة إيجابية كذلك في هذا البحث، تبين لنا هذا التغير الاجتماعي. إذن رغم كل هذه المنظومة الحقوقية، رغم كل هذا التحول الذي عرفه المجتمع المغربي، إلى أن الوضع المرأة بقي تقريبا ثابتا إلا بعد الاستثناءات في التحول. إذن هذا على مستوى التعليم، عفوا على مستوى توزيع العمل. وكذلك حينما نتحدث عن العمل
نتحدث عن حاليا في النظام الرأسمالي عن تقسيم هذا العمل للأسواق، السوق الأول الذي يستقطب أصحاب الشواهد ويؤمن لهم فرص عمل مريحة ومضمونة الحقوق، السوق الثاني يستقطب المؤهلين وهو كذلك أقل من السوق الثاني ولكن على الأقل يمنح بعض الفرص لتحسين الوضع الاجتماعي، ثم السوق الثالث والذي تتبادل خدماته في الخفاء. في غياب وجود المدرسة، في ظل هذه الثقافة التي تقصي النساء، التي تمنع النساء من الولوج لهذه المدرسة، وكذلك في غياب هذا الشرط الاقتصادي في المناطق القروية التي تدفع الأسر أحيانا كرها إلى عدم إرسال بناتهن للمدرسة للقيام بهذه المهام، تقصى أو تقصى النساء من الأسواق الأولى، تقصى من الولوج والاندماج في المجتمع، هذا الاندماج الذي يخول لهم حياة مريحة وشرط وجودي مريح، وبالتالي تبقى العاملات في المجال القروي هن هؤلاء العاملات اللواتي تهضم حقوقهن جملة وتفصيلا. لماذا؟ لأنهن لا يتوفرن على الرأسمال الذي يمكنهن من الاندماج الفعلي، وسنرى هذا كذلك في الفصل الثالث حينما يحاولن تخطي الحدود والوصول إلى المجال الحضري. طبعا يبقى الإقصاء هو الفضاء الذي يستوعبهن. إذن وكذلك هذه الخصوصيات الثقافية للجسد الأنثوي جعلته ليس فقط محاصرا في المكان وفي الزمان، بل كذلك حتى على المستوى السيكولوجي. إذن على المرأة لكي تكون مقبولة في هذا المجتمع أن تتصف بسمات الحشمة، الخضوع، الاحترام، هذه الصفات السيكولوجية التي تحاول ما أمكن أن تجعل من جسد المرأة مخفي حتى في حالة الظهور. وكذلك هناك هذا المنع حتى من وسائل التجميل. إذا كان التجميل في المجال السيكولوجي ليس فقط لكي أثير الآخر ولكن لكي أتصالح مع ذاتي لكي أتصالح مع ذاتي وأهتم بذاتي وأقبل على ذاتي. إذن في هذا الفضاء بهذه الخصوصيات السوسيوثقافية ممنوع، مما يدفع النساء إلى التحايل. إذن دائما هناك مبررات للتجميل، أنه العناية بالصحة، وأقصى من ذلك هو التعبير عن المشاعر الحقيقية سواء من ناحية الجنس أو من ناحية الألم. إذن أقصى ما يمكن من الأشكال العنف التي يمكن أن تمارس على المرأة هي أن لا تعبر عن ألمها، لا تعبر عن فرحتها، لا تعبر عن مشاعرها، لا تعبر عن ألمها. الألم يعاش في صمت، الرغبة الجنسية تعاش في صمت، التعبير عن الحاجة وعن الرغبات تعاش في صمت. إذن أقصى الأنواع العنف بمفهوم رمزي تمارس على هؤلاء النساء في ظل هذا الإطار السوسيوثقافي، وبالتالي فلا يبقى للنساء إلا بعض الاستراتيجيات الهشة لمقاومة هذا الوضع، أو تعبير المحلي الحيلة كتغلب العار. يعني ليست هناك أشكال احتجاجية مباشرة، سواء سلطة الرجال، سلطة المسنات اللواتي يحاولن ما أمكن السيطرة على الوضع، وهي كذلك سلطة المسنات تبين لنا هذا العنف الرمزي في تكريس سلطة الرجال وفي تكريس الوضع، وكذلك الغياب. إذن ذي المحاصرة بالفقر، بالأمية، بالمحيط السيكولوجي الذي ينعدم فيه كل البنية المسهلة للانفتاح، تبقى النساء أو لا يبقى للنساء إلا هذه الاستراتيجيات الهشة المتمثلة في المراوغة والحيل، وهي استراتيجيات طبعا لا يمكن أن تحسن الوضع، ويزداد الأمر سوءا
بغياب التنظيمات النسائية والجمعيات المجتمع المدني في التحسيس بخطورة هذا الوضع في العالم القروي، وكذلك بمحاولة على الأقل محو الأمية وإتاحة فرص التمكين النساء. إذن في ظل منظومة أو في ظل الواقع الذي نعيش فيه من تغييرات على مستوى القوانين، من المستوى وجود هذه التنظيمات وخاصة مستوى النوع الاجتماعي وتوقيع المغرب على اتفاقية السيداو إلى غير ذلك، نجد أن هذه الترسانة من القوانين لم تجد بعد طريقها إلى المجتمع القروي بشكل عام. إمكانية تحسين هذا الوضع غير متوفرة. إذن المرأة القروية تبقى محاصرة وفي صراع أو في نضال فردي. إذن استراتيجية جماعية تقريبا غائبة في هذه المنطقة كما في مناطق قروية عديدة. في مناطق قروية كذلك منذ مدة، لأن حينما قرأت كتاب الأستاذة عدت للظروف التي تحدثت عنها مرحومة فاطمة المرنسي نساء الغرب، أعتقد في الثمانينات. إذن نحن نعيش تقريبا نوع من الركود. إذن في الثمانينات أستاذة في التسعينات والألفين أستاذة معادي زينب النساء والتنمية الجسد الأنثوي والتنمية. إذن تقريبا نفس الوضع. إذن ما هو التغيير؟ ما هو الوضع الجديد للنساء في المجتمع المغربي؟ إذن نقول أن المجتمع المغربي يعيش حراك، يعيش تحرك، والنساء أحرزنا على حقوق وتغيير الوضع فعلا، ولكن لكم؟ أين؟ إذن هذه طبعا تساؤلات دائما البحث الميداني يكشف عنها، أن بالنسبة للنساء لكي يصلنا طبعا إلى الوضع المريح، الوضع الذي تؤكد أو تنصح به سواء المنظمات الدولية وخاصة في مجال التنمية البشرية، تنمية الموارد البشرية، ضرورة استفادة النساء من عوائد التنمية، ضرورة تمكين النساء، ضرورة تحرير النساء من الفقر ومن الخوف، لا زال لم يتحقق بعد في هذا المجتمع. إذن في هذه الظروف كذلك تتساءل الباحثة، هو سؤال كذلك أثرني كثيرا، لماذا هذا الوضع؟ الإجابة بالنسبة لها فقط لأجل تكريس السلطة الذكورية واستمرارية هذه السلطة. من سلطة المسير مش السلطة الذكورية. لا، نحن طبعا نعترف بدأ إذن نعم، ولكن هناك السلطة. ولكن حتى الذكور معذورون، لأن هناك تنشئة شكلت هذا الرجل بهذه الطريقة والمرأة بهذه الطريقة، لأن حتى النساء حينما تتاح لهن الفرصة فهن يعيدن نفس البديل. إذا وفي تقريبا نفس الصور تتكرر. ما وصلت إليه الأستاذة في هذا البحث تحدث عنه بيير بورديو منذ سنين في المجتمع الجزائري، تقييد المرأة في جسدها، اختزال المرأة كلها في جسدها وفي حركتها، وعليها أن تبدو محتشمة خجولة، في حين أن المرأة التي ترفض هذا النموذج هي مرفوضة مسنطحة. نعم، هي مرفوضة. نفس الشيء بالنسبة لبيير بورديو، أن المرأة المقبولة في المجتمع هي المرأة التي دائما تنظر إلى الأسفل، في حين أن الرجل أن ينظر إلى الأعلى. وطبعا في السيميولوجية الجسد، الوضع الجسدي يعبر عن السلطة. إذا كان رأسي مرفوع طبعا فأنا لي مكانة والسلطة داخل المجتمع، ولكن إذا كان رأسي منحني فأنا أفتقد لهذه السلطة. كيقولوا حني رأسك ودوز، يعني ما عندك ديك السلطة الكافية لكي ترفع رأسك في هذا المجتمع. إذا في ظل هذه الظروف كذلك تتساءل الباحثة عن انعكاس عن هوية المرأة القروية بودلة وبالخصوص. تقول أن هذه الهوية تعيشها المرأة بودلة كأزمة أو أزمة الهوية، أزمة الهوية وأزمة الاندماج وأزمة الوقت
نعم وفقط لن أطيل كثيرا. الهوية الواقعية كما هي لم تعد تحقق ذاتية المرأة، والهوية المأمولة بعيدة المعنى لأن ليست لها الإمكانيات لكي تكون، حتى في حالة الهجرة فإنها لا تستطيع الاندماج. لماذا؟ لأنها تفتقد إلى كل الإمكانيات التي تمكنها من الاندماج، ومن أن تتصالح مع ذاتها وترتاح لهذه الذات. وفعلا هنا كذلك أهنئ الأستاذة لأنها تلتقي مع النتائج التي توصل إليها كلود ديباغ وسانسوليو في هوية العمل. هو يتحدث عن فقدان الهوية الشخص في إطار وضع اجتماعي معين، في تنظيم معين، سواء كان تنظيم اجتماعي أو كان تنظيم عمل، يرفض هويته، يفتقد هذه الهوية حينما لا يستطيع التفاوض من أجل الحصول على السلطة. إذن في إطار هذا الغياب فرص الحصول على السلطة يرفض الشخص هذه الهوية. إذن طبعا لن أغيد السيد الرئيس. عمل الذي قامت به الأستاذة ليس مجاملة، وإنما هو من الطراز الأكاديمي الرفيع، يمكن أن نستفيد منه على جميع المستويات، وخاصة في التخصصات علم النفس، علم الاجتماع، علم الاجتماع بالخصوص سوسيولوجيا الصحة، سوسيولوجيا النوع الاجتماعي، سوسيولوجيا التغير الاجتماعي، ولكن تبقى نتائج محتملة على كل التطورات. وهنا دعوة خاصة للطلبة الباحثين لتطوير هذه الخلاصات، هل هناك تحول؟ ماذا يمكن أن نفعل من أجل تغيير هذا الوضع؟ وكذلك لكي نغير هذه النظرة، أنا حينما نتحدث عن المرأة القضية ليست قضية نساء فقط، هي قضية مجتمع. إذن تحسين وضع النساء هو تحسين وضع المجتمع بشكل عام. الوصول لهذا المجتمع المأمول من تحقيق الديمقراطية، تحقيق التطور، تحقيق التنمية، يتطلب إشراك النساء وتحسين وضع النساء وجعل الإنسان بشكل عام سواء كان امرأة أو رجل يستفيد من خيرات هذا البلد ومن عوائد هذه التنمية. وشكرا جزيلا، وشكرا للسيد الرئيس. شكرا للأستاذ على هذا التقديم وعلى هذا. طبعا أشكر مؤسسة مؤمنون في شخص الأستاذ عبد النبي على كل المجهودات التي بذلها، لأنه لولاه لما تمكنا من يعني تحضير هذا النشاط، على كل المجهودات المبذولة من أجل التنسيق أيضا. أشكر الحضور الكريم ممثل في الطلبة الأعزاء على تحملهم يعني عناء السفر. أشكر أخيرا الأستاذتين الزميلتين الأستاذة زينب النجاري وأستاذة زهرة الخمليشي على هذه القراءة الممتعة. الأستاذة زهرة الخمليشي على تكلفها عناء السفر، إذن شكرا جزيلا على هذه القراءة وعلى هذا هذه الإحاطة بالموضوع. في الحقيقة في كل مرة يعني تنظم فيها قراءة لهذا الكتاب أجد نفسي أمام تساؤلات جديدة وملاحظات ويعني آفاق جديدة للبحث. ليس لدي أي تعليق على ما قالته الزميلتين الأستاذتين الكريمتين، ولكن فقط يعني لدي بعض النقاط التي أريد أن أوضحها، خاصة أشارات أستاذ الخمليشي، أشارات بعض التساؤلات أريد أيضا أن أشاطرك إياها. موضوع العمل كما هو واضح كان هو رسالة للدكتورة في علم النفس الاجتماعي، كان غرضي الأساسي وهو البحث في مفهوم الهوية. حاولت الوقوف على الهوية باعتبارها موضوع أساسي في علم النفس الاجتماعي. إذن حاولت الوقوف على الهوية انطلاقا من الجسد، يعني باعتبار أن الجسد من بعد من أبعاد الهوية. ولما نستحضر العنصر الجنس يعني ذكر أنثى، نصبح أمام جسد أنثوي، نصبح أمام موضوع له خصوصية كبيرة.
إذن هذا الموضوع، هذا البحث أجري في منطقة قروية محادية لمنطقة حضرية حتى أتمكن من المقارنة. المنهج الذي اعتمدته، وهنا أوضح ما يصعب علي توضيحه في الحقيقة أستاذة، لأنه أنا استعملت المنهج الوصفي التحليلي، استعملت الملاحظة في البداية، استعملت المقابلات، بدأ بحثي بشكل تدريجي، ثم بعد ذلك أصبحت أقيم مدة طويلة في هذه المنطقة، إلى درجة أنني أصبحت أعشق أن أقيم في هذه المنطقة. إذن فهنا وجدت نفسي في الملاحظة بالمشاركة. إذن يعني كنت دائما يعني ممزقة بين وضعي كباحثة ووضعي كامرأة. إذن فتجاوزت الإشكال ربما سيكولوجيا لما خلصت نفسي من همي الموضوعية. إذن فالموضوعية يجب أن تحضر، ولكن ما بقاش يعني عندي المشكل أن يجب أن أكون موضوعية في حديثي مع النساء. وهنا يعني لما خلصت نفسي من هذا الثقل السيكولوجي إن صح التعبير، يعني كان التفاعل قويا وإيجابيا وفعالا مع النساء، فكنت يعني أقول كنت أحكي مع النساء، وكنا نحكي كنساء، ولم يكن النساء يحكين لي كباحثة، وهذا الأمر هو الذي ساعدني على ربما الانخراط أكثر، كسب الثقة أكثر، وكسب مجموعة من الصديقات. إذن فمن النتائج التي يعني اسمحوا لي ولكن استرجعت المرحلة. إذن فمن النتائج التي توصلت إليها في البحث، وهو أن هناك تقييم سلبي للهوية القروية من طرف النساء. وحينما نتحدث عن الجسد الأنثوي ونتحدث عن النساء، لابد أن نستحضر متغير السن، لأنه السن هو العامل الأساسي الذي يميز ما بين في الجسد الأنثوي، ما بين طبيعة الحال في كل الأجساد، ولكن عند المرأة يكون وطئه أكثر. إذن فتمثلات المرأة لجسدها، علاقتها مع جسدها وهي امرأة مسنة، تختلف تماما عن نظرة المرأة وهي شابة أو هي مراهقة. هذا التقييم السلبي للهوية القروية والرغبة في التخلص منها قدر الإمكان نجده بصفة خاصة عند الشابات المراهقات. إذن فهناك يعني رفض تام لكل ما هو قروي في مقابل تلهف على كل ما هو حضري على مستويات متعددة، الأكل، اللباس، التجميل، يعني كل ما يتعلق بالحياة بصفة عامة. إذن هناك احتقار. هذا الاحتقار كما قلت يعني على مستويات متعددة، ولكن ربما المستوى الذي يعني أثارني كثيرا والذي أثارته أيضا الأستاذة الخبليشي، وهو المسألة التي ترتبط بالعمل. إذن فمن بين الأشياء التي أصبحت ترفضها المراهقات القرويات اليوم هو العمل الفلاحي. أصبحنا يرفضنا بشكل تام المشاركة في هذا العمل، الإقبال عليه. إذن يرفضنا تماما التعامل مع الحيوانات، يرفضنا الخروج للغابة، يرفضنا مجموعة من الأعمال الفلاحية. إذن هذا الرفض طبيعة الحال سوف تكون له انعكاسات. إذن رفض في مقابل عدم وجود يعني بنيات أخرى أو مجالات أخرى للاشتغال. إذن فهذا الرفض خطورته تعود إلى ما ذكرته الأستاذ الخمليشي، وهو أنه المرأة القروية في منطقة جبالة هي امرأة معروفة بالعمل، هويتها الأساسية هي العمل. ربما في المغرب كله المرأة القروية معروفة بالعمل، ولكن في منطقة جبالة المرأة الجبلية يعني هي امرأة تشتغل بشكل كبير ويتجاوز الرجل، لدرجة أن هناك مجموعة من النكت تحكي وتصف الجبلي الجبلي بالكسل والتقاعس، بينما المرأة الجبلية هي امرأة تتحدد هويتها في العمل، وهذا العمل أعطاها على مر التاريخ يعني حضور ومكانة اقتصادية واجتماعية مهمة إلى جانب الرجل. إذن فهي تذهب إلى السوق،
تبيع تشتري تملك لها ملكية خاصة لها ملكية الأرض يعني كين المسألة في الورث كين يعني يحق لها أن تلد. فهي امرأة كانت دائما عندها عزة وكرامة ورغم وجود المناطق الجبلية إلى جانب مدينة حضرية مدينية مثل تطوان لم تكن النساء الجبليات يعني يستشعرن بنوع من النقص أمام الحضريات. فكانت مرأة جبلية عندها واحد الكرامة واحد الاعتزاز ونجد هذا في الثقافة الشعبية الجبلية يعني نجد كثير من النكت حول المرأة الحضرية. إذا المرأة الحضرية هي امرأة فيها الفشوش، هي امرأة كسولة، هي امرأة ماشي حرامية أحيانا. إذا معناه هنا كان، لكن هذا الوضع اليوم تغير جذريا مع الفتيات المراهقات. إذا فاليوم الفتاة المراهقة تتلهف على ما هو حضري، إذا تتلهف على الاقتناء، على كما قلت على كل المجالات الحضرية، تترفع عن العمل القروي. إذا ماذا بقي لهذه الفتاة؟ فتاة بدون تعليم أو بتعليم بسيط جدا بدون تأهيل، يعني المجالات العمل قليلة إن لم نقل بأنها منعدمة، كثرة أوقات الفراغ. إذا هؤلاء الفتيات لا يجدن أمام أنفسهن سوى وسائل الإعلام البصرية والتعامل مع المسلسلات والخيال والحلم. إذا فتيات يراكمن الإحباط في مقابل يعني الحلم وفي مقابل الخيال والفراغ، الفراغ القاتل. ليس هناك جديد، الجديد الوحيد الذي تنتظره الفتاة القروية اليوم في منطقة وادلو هو الزواج. إذا كان الزواج من المدينة فهو الحلم، إذا كان الزواج من المهم يكون الزواج ولد الحلال يجي. إذا فالزواج من المنطقة على الأقل يرفع من قيمتها ويخرجها من هاجس البايرة، كلمة البايرة اللي هي فاتها قطار الزواج. ويجب أن نعلم بأن يفوت قطار الزواج لما تصل الفتاة 25 كيكون فات قطار الزواج. إذا فهنا نجد أنفسنا أمام فئات عريضة من الفتيات ليس لهن عمل، ليس لهن، لا يشعرن بوجودهن، يعني نوع من الإعدام، الإعدام وهن على يعني على قيد الحياة. إذا فهذه مسألة يعني خطيرة جدا. أجري هذا البحث في سنة 2000، ما بين 2000 و2002، ومؤخرا يعني زرت المنطقة، هناك تحولات في البنيات التحتية، تحسن كبير في منطقة وادلو، أصبح لم تعد قرية وادلو وإنما أصبحت مدينة وادلو، أصبحت مصيفا وطنيا يأمه المغاربة من كل المناطق. ولكن وضع النساء ووضع الفتيات لا أقول بأنه بقي مستقرا وإنما يزداد سوءا. الخطورة هذا الوضع هذا هو أنه يعني ظواهر كانت تشكي منها الأمهات في تلك الفترة هي الصراع ما بين الأجيال، وربما نقول ظاهرة خفيفة أو عادية، ولكن هذا الصراع يزداد حدة ما بين الأمهات وما بين الفتيات خاصة المراهقات، ثم ظاهرة أيضا يعني تتنامى وهي ظاهرة الفرار، الهروب، هروب الفتيات إلى المناطق الحضرية. إذا هذا بخصوص نتائج البحث التي وصلت إليها. بخصوص يبقى يعني في نظري يبقى موضوع الجسد في علاقته بالهوية، جسد الأنثوي في علاقته بالهوية موضوع معاصر، موضوع يطرح مجموعة من التساؤلات أو يسائلنا على مستويات كثيرة خاصة في العلاقة بالديمقراطية. إذا لا ننفي، لا يمكن أن ننفي أستاذة بأنه واقع النساء قد طرأت عليه تحولات، يعني هذا بدون شك، تغيرت أوضاع النساء وبالتالي فتغيرت معها علاقتهن بأجسادهن، علاقتهن بذواتهن وعلاقتهن بالآخر. لكن في كل هذه التحولات يعني يبقى سؤال ديمقراطي مطروح، يعني خاصة فيما يتعلق بالعنف، حيث يمثل الجسد الأنثوي هنا في نظري محكا لقياس الديمقراطية. إذا فمن أبرز الأمثلة التي أقدمها هنا وهو استعمال الجسد الأنثوي واستغلاله في ظل الديمقراطية المعاصرة، في ظل الوحدات،
إذن هذا الجسد يستغل في الإشهار، يستغل في وسائل الإعلام، يستغل أيضا في الدعارة، يستغل في البورنوغرافيا. إذن فهنا لما نبحث من هي الفئات من النساء اللواتي يعملن في هذا القطاع خاصة الدعارة، نجد بأن أغلب النساء من النساء الفقيرات. إذن فدراسات أجريت، نحن في المغرب ليست لدينا، أو في العالم العربي ليست لدينا دراسات، ولكن في الغرب كاين دراسات، أجريت دراسات في أوروبا تبين بأن أغلب الباغيات من الدول من المهاجرات، يعني من المهاجرات من الدول الفقيرة. دراسات أيضا أجريت في أمريكا تبين بأن أغلب الباغيات من الجنس الأسود، ونحن نعرف الفوارق الطبقية الموجودة في أمريكا. إذن هذا يدل على أن هناك استغلال للجسد الأنثوي، استغلال للمرأة الفقيرة. إذن فسواء بالنسبة للدول التي شرعنت البغاء وتتحدث عن مهنيات الجنس، هنا نطرح سؤال، يعني هل يحق أن، هل من الديمقراطية من الكرامة أن نعتبر الجنس مهنة؟ بالنسبة للدول التي تعاقب، لم تعتبر، يعني لم تنظر إلى البغاء كشيء مشروع، تعاقب على البغاء، فنجدها في القوانين تعاقب المرأة الباغية وتتجاوز وتتغاضى عن الرجل لأن وكأنه ليس طرفا شريكا. إذن هذا شيء يعني كيطرح، يعني كيجعلنا نسألوا الديمقراطية المعاصرة من خلال الجسد. الجسد أيضا وثقافة الاستهلاك. إذن الجسد الذي كانت تتحدث عنه الحركات النسائية كموضوع أو للنضال السياسي، للنضال القيمي وللنضال الديني، أصبح اليوم جسدا مطبوعا بثقافة الموضة وثقافة الاستهلاك. إذا فهناك عنف بنيوي آخر يقيد النساء، وهي الموضة، المقاييس، الأشكال، الأجساد معينة، مقاييس محددة لكل الحواس تقريبا. إذن تكلف النساء كثيرا من المجهود، لا على المستوى المادي ولا على المستوى السيكولوجي. يعني اهتمام المرأة بالمظهر، ويعني عنف، هذا العنف الذي يجعل المرأة يجب أن تركز على مظهرها يكلفها الكثير من المجهود ومن الوقت، وبالتالي الإنتاج والعطاء، وهذا لن يكون بنفسه، لأن الهوس الذي يحركها والأفكار التي تشغلها ليست هي نفس الأفكار التي تشغل الرجل الذي يطلب منه فقط أن يركز في عمله. إذن فهي يجب أن تركز في عملها وفي مظهرها. بالنسبة لهذا يسبب الكثير من الإحباط النفسي للنساء لما نضع أيضا نماذج تعجيزية، ونحن نعرف وسائل الإشهار بأن النماذج المقدمة ليست نماذج طبيعية، ليست نماذج يعني واقعية، ولكنها لكثرة تكرارها، لكثرة فهي تترسخ في الأذهان وكأنها نماذج حقيقية واقعية يجب أن تدفع النساء إلى الاقتداء بها. ثم ما يكلفه العناية بالجسد في الموضة من تكاليف مادية، تكاليف مادية، نحن نعرف الأوضاع الاقتصادية للنساء، النساء يمثلن الفئة، لا يمثلن الفئات التي تحتل المناصب العليا. إذا فهن كل، يعني أغلب النساء مكدسات في قطاعات عندهم واحد المدخول بسيط جدا. إذا لكي تتمكن المرأة من العناية بجسدها فهي تحتاج إلى مدخول، وهذا المدخول يجعلها تتوقف مرة أخرى على الرجل. إذا فهناك توقف على الرجل، هناك يعني منع، يعني منع معرفت بنيوي خفي لاستقلالية النساء. إذا فهي لكي تحقق أغراضها لا يمكن، يعني لا يصعب عليها ذلك لنفسها. إذا فنجد أيضا مرة أخرى تلهف النساء على الرجال الأغنياء، على الرجال اللي عندهم الإمكانية اللي باش يحقق لها كل المكتسبات وكل ما تريد. إذا هذا أيضا عنف يعني يسائلنا حول بخصوص الديمقراطية. فهذه العناية بالجسد وبالوسائل الإعلام وتقديم النساء الجميلات الخارقات الجمال إلى غير ذلك، هناك عنف يعني وهو إقصاء تام للمرأة المسنة. إذا فالمرأة لما تصل إلى مستوى معين من السن فهي تزول من الواجهة، إقصاء أيضا للمرأة المعاقة. حتى بالنسبة للجمعيات المجتمع المدني وللحركات النسوية، ولا هي نفسها عاد انتبهت مؤخرا إلى أن هناك فئات من النساء التي يجب أن نهتم. إذن فالشيخوخة
يعني ونحن نعرف بأن المجتمعات عموما تسير نحو ارتفاع نسبة الشيخوخة. إذن فالمرأة المسنة هي مرأة يعني غير مشاهدة كما قالت سيمون دي بوفوار، وأضيف إليها أيضا المرأة في وضعية إعاقة. إذن أيضا يعني سؤال آخر وسوف أنتهي قريبا. إذن سؤال آخر يسائل الديمقراطية من خلال جسد الأنثوي، وهو أنه هو الديمقراطية نفسها، الحق في الاختلاف، الحرية. إذن فسواء تعلق الأمر بالحركات الجسدوية أو الحركات النسوية أو حقوق الإنسان، هي كلها تؤكد على مسألة حق الإنسان للتصرف في جسده. له الحق يعني يتصرف في هذا الجسد، وهذا الحق يمارس لأننا نجد للمرأة الحق في تعرية هذا الجسد، تعريه كما تريد، تجهده. هناك حق في الإيجاد بالنسبة للدول، بعض الدول هناك العمليات التجميلية، الحق في أن أجمل وأن أجري عملية تجميلية، الحق في كراء الأرحام، الحق في بيع الأعضاء، هذا كله نجده حق مكفول للنساء. لكن نعيشنا في هذا الصيف مشكلة البيكيني والبوركيني. إذن فلدي الحق في تعريته، في كرائه، في بيعه، في تجميله، في وليس لدي الحق في تغطيته. لا أتحدث عن الغطاء الذي يخفي هوية الإنسان، طبعا هذاك سيكولوجيا راه مرفوض واجتماعيا مرفوض إلى غير ذلك، ولكن نعرف بأن في كثير من الوظائف تم يعني رفض المرأة لأنها غطت شعرها فقط، وهناك وظائف تحرم المرأة من الدخول إلى مناصب أو وظائف لهذا السبب. إذن هذا أيضا يسائلنا، الجسد الأنثوي يسائل على الحق في الاختلاف والحق في الديمقراطية. في حديثي عن الجسد الأنثوي أيضا وعن الحركات النسوية، نلاحظ بأنه من التحولات التي عرفتها الحركات النسوية المعاصرة، وهي ظهور حركات نسوية حداثية وظهور حركات نسوية إسلامية أو إسلاموية. إذن فهذه الحركات اليوم مع الأسف تعيش صراع، هناك صراع، وربما يعني نحن كنساء نحتاج إلى تكتل، نحتاج إلى يعني أن نثبت بصمة النساء بدلا من هذا الصراع. إذن فتحديات التي تواجه النساء من كلا الطرفين، هي الفقر، هي الأمية، هي التمكين، هي الشيخوخة، هي بعض الظواهر الاجتماعية التي لم تكن تعرفها النساء سابقا، الإدمان في المخدرات، الإدمان في الكحول، التهميش، الأطفال الشوارع، كثير منهن أصبحنا فتيات. هذه التحديات الأساسية، ولذلك أقول نحن في يعني في فترة نحتاج إلى تكتل النساء، يعني أحتمل بأن هذا التكتل وهذا يعني المبدأ لن يتحقق إلا عند تصالح النساء مع أجسادهن. وشكرا. شكرا للأستاذة خلود على على مداخلتي على القيمة. طبيعة الحال دائما نعتاد من طرف الأستاذة سبعي خلود على تدخلات متميزة وعلى عطاء وإنتاج علمي في مجال السيكولوجيا يحظى بأهمية وبنوع من الجودة. فالعمل الذي أنتجته الأستاذ رغم يعني أنه كان عمل في سنة أعتقد 2000 فلازال له امتداد وحضور يعني في وراهنية في يعني المجتمع المغربي الحاضر، باعتبار القضية التي يلامسها أو الإشكال العميق، وهو إشكال يعني الجسد، جسد المرأة من خلال نظرية النوع. هذا الإشكال انفتحت من خلال الأستاذة على مجموعة من القضايا ومجموعة من الأسئلة التي لها علاقة بجسد المرأة، توصلت إلى خلاصات ونتائج كما يعلم الجميع والقارئ لهذا الكتاب مهمة. فما يمكن أن نضيفه لهذا الكتاب من أجل الإغناء والنقاش والانفتاح على يعني جوانب أخرى تمس مقاربة الجندر في جسد المرأة، هو
أن نحاول الخروج من النظرة التي دائما تحاول أن تجزئ، أو هذا أشرتم إليه أستاذة حتى في مداخلتكم في الذاتي والموضوعي، بمعنى الباراديغم الذاتي والموضوعي في دراسة الإنسان بشكل عام وفي دراسة المرأة على الخصوص. فحبذا لو تكون لدينا تلك النظرة البنيوية الكلية للمرأة حتى لا نسقط في تلك الدواليزم، أي الثنائيات المرأة، هل نهتم بفكرها أم بجسدها أم؟ فأقول هذه المرأة لا حضور لها بدون جسد وبدون فكر وبدون هذه الجوانب النفسية، فعلينا أن ننظر للمرأة كهوية كلية، هوية يعني لا تقبل هذا التقسيم ولا التجزئ، ولا حتى لا نسقط في هذه التعارضات لماذا يتم اختزالها في الجسد. والبعض أيضا يقول أنه يستغلها باعتبارها طاقة فكرية إلى ذلك، ولا ينظر فيها إلا ذلك الجانب الفكري. لذلك فحبذا لو تكون يعني الدراسة والاهتمام بالمرأة المغربية كجانب نفسي، كجانب جسمي، كجانب يعني اجتماعي، كجانب متعدد مختلف، لكي نبرز تلك الهوية الشاملة والكلية. وشكرا أستاذ. لدي سؤالين. السؤال الأول متوجه للأستاذة خلود السباعي، كيف تتمثل المرأة جسدها؟ هل تمثلاتها لذاتها لا تخرج عن دائرة التمثلات السائدة في المجتمع حول جسد المرأة؟ بمعنى ألا يمكن القول بأن المرأة في بعض الأحيان هي المسؤولة عن هذه التمثلات السائدة في المجتمع؟ ثم السؤال التالي متوجه للأستاذة النجاري، ألا يمكن اعتبار أن التنشئة الاجتماعية داخل الأوساط المغربية لعبت دورا كبيرا في تجسيد الفوارق الاجتماعية بين الأنثى والذكر؟ يتجلى ذلك من خلال التربية التي يتنشأ عليها الأفراد. نجد مثلا أن الأم أو الأب يعطون أهمية كبرى للذكر أكثر من الأنثى، وبالتالي فهذه الهيمنة هي الهيمنة الذكورية، هي وليدة هذه التربية الأسرية، وبالتالي فالتغيير هنا تغيير في العقليات والذهليات. شكرا. في البداية أقدم الشكر الجزيل لمؤسسة مؤمنون بلا حدود على تنظيمها لهذا النشاط ولهذه القراءة العلمية في كتاب نادر وفي كتاب علمي وغني عن التعريف بشكل عام. كما أقدم الشكر الجزيل للأستاذات الفاضلات على مداخلتهن القيمة. مداخلتي ستكون مداخلة تساؤلية بالأساس، وأفتتح هذه المداخلة وأنطلق من العنوان الكتاب الجسد الأنثوي وهوية الجندر. من خلال اطلاعنا المتواضع على مجموعة من الدراسات وعلى مجموعة من الكتب التي نشرت باللغة العربية، نجد أنه يتم استعمال كثيرا مفهوم النوع الاجتماعي. لذلك أستاذة أود أن نطرح عليك سؤال، لماذا تم استعمال مفهوم الجندر بدل استعمال مفهوم النوع الاجتماعي؟ ونعرف جيدا بأنه في المجتمع المغربي تسود مجموعة من التمثلات الاجتماعية، وهي تمثلات تسميها الأستاذة في الكثير من كتابتها بأنها تمثلات ذكورية تكرس دنيا المرأة والأفضلية الذكورية وما إلى ذلك. ولكن الدراسات السيكو الاجتماعية كدراسة لمصطفى حجازي سيكولوجية الإنسان المقهور وما إلى ذلك، يؤكد في هذا الكتاب على أن الفرد عندما تسود عليه مجموعة من التصورات ومجموعة من الصور النمطية ومجموعة من التمثلات الاجتماعية يستضمر ويستدمج هذه التصورات ويصبح فيما بعد يعيد إنتاج هذه التصورات. ففي المجتمع المغربي نجد هذه الظاهرة موجودة بحدة، نجد أن النساء هن اللواتي يقومن بمعاودة إنتاج هذه التمثلات الذكورية. وهنا سأعود إلى دراسة مصطفى حجازي ويسمي لهذه العملية بالاستيلاب العقائدي، وأفضل استعمال مفهوم الاستيلاب الفكري، لأنهن استدمجنا ما هو سائد عليهن ويعيدنا إنتاجه. إضافة إلى محمد سبيلة في كتابه في تحولات المجتمع المغربي الذي يسمي هذه الظاهرة وهذه العملية بالعبودية الطوعية، مؤكدا في هذا السياق على أساس أن العبودية الطوعية هي أكثر حلاوة ومشروعية من العبودية الإكراهية. لذلك فالتساؤل في هذا الصدد هو هل ثمة إمكانية
لكي نحرر النساء في المجتمع المغربي مدام هناك عبودية طوعية ومدام هناك استلاب فكري. إضافة التساؤل الثاني يرتبط أساسا بتوصيات خلود السبعي في كتابها، لأنها تطرقت إلى أنه يجب تسليح المرأة القروية بالتعليم وانخراطها في التعليم، في حين أن المنظومات التربوية سواء في المجتمع المغربي أو في مجموعة من المجتمعات حاليا أرى أنها غير مستعدة لكي تستقبل النساء، لأن البرامج والمناهج ومجموعة من المواد الدراسية ما زالت تكرس بشكل أو بآخر نوعا من التمييز ضد النساء بسبب الجنس، كمادة التاريخ، كمادة الفلسفة وما إلى ذلك. لذلك فالتعليم أرى من وجهة نظري قد يؤهل النساء والإناث لكي يعلمنا يوفينا نوعا من العلمية على تمثلاتهم الذكورية. وهنا أجريت بحثا في هذا السياق وطالبات علم الاجتماع، درسنا النوع الاجتماعي وما إلى ذلك، ويستندنا إلى مجموعة من الدراسات العلمية التي اعتبرتها الأستاذة في مقالها أنها تمثلات تسربت من المجال الاجتماعي إلى المجال العلمي. وجدتها أن طالبات يقومن بإضفاء نوعا من العلمية على تمثلاتهن. أما التساؤل الثالث يرتبط بمدى التزام خلود السبعي بالموضوعية والعلمية في دراستها حول الجسد الأنثوي وهوية الجندر. ألم يشكل جنس الباحثة عائقا إبستيمولوجيا للتوصل إلى مجموعة من المعارف الموضوعية، على اعتبار أنه مثلا فرويد عندما كان في دراسته لم يكن موضوعيا في دراسته نظرا لجنسه الذكوري؟ لذلك فجنس الأنثوي في هذه الدراسة ألم يؤثر في هذه الدراسات العلمية؟ أما التساؤل الآخر يتعلق أساسا بأن النساء اللواتي يناضلن حاليا في المجتمع المغربي، إضافة إلى الجمعيات والتنظيمات التي تناضل من أجل حقوق النساء، هل يمكن أن نعتبر هذه النضالات وهؤلاء النسوة حركة اجتماعية، على اعتبار أن ألان تورين في هذا السياق يحدد مجموعة من الشروط للحركات الاجتماعية، ويعتبر أنه لا يمكن أن نسمي الحركة الاجتماعية إلا إذا انتقلت هذه الحركة من الهوية الدفاعية إلى الهوية الهجومية؟ هل يمكن اعتبار ما هو سائد حاليا من نضالات بمثابة حركة اجتماعية؟ في البداية أود أن أشكر مؤسسة مؤمنون بلا حدود على هذا اللقاء البهي الذي يسافر بنا نحو الجسد الأنثوي وهوية الجندر عبر تأشيرة الأستاذة خلود السبعي. يقول الأنثروبولوجي الأمريكي دايل إكلمان أن المجتمع لا يوضع في صندوق ثلج، أي معنى خاضع لمنظومة من التغيرات باستمرار. ولربما كتاب الأستاذة خلود السبعي مرت عليه سنوات، استطاع أن يقدم قراءات وحبات فهم لواقع الجسد الأنثوي في سياق وزمن محدد، ولكن اليوم أصبح هذا الجسد الأنثوي خاضع لمجموعة من التحولات العميقة، وذلك وفقا لمعطيات حديثة ومعاصرة. وهنا أتقاسم معكم قضية اللباس في علاقته بالجسد، حيث أن الملاحظ اليوم أكثر من أي وقت مضى صار هناك نوع من استعراض هذا الجسد والتشهير به وتقديمه عبر صيغ مختلفة من الألبسة تتراوح بين التقزيم والتقطيع. أستاذتي، أريد أن أطرح عليك هذين السؤالين: إلى أي حد يمكن تفسير هذا الانبراز الجديد للجسد؟ هل يمكن الحديث عن المباهاة الاجتماعية للجسد الأنثوي؟ أو بالأحرى، هل يمكن الحديث عن ردة فعل للجسد الأنثوي في ظل الانحباس والرقابة والقهر بتعبير مصطفى حجازي الذي تعانيه المرأة القروية؟ وشكرا. بالنسبة للمداخلة ديالي هي في جانب اقتصادي، بغيت بالنسبة لمسألة التمييز بين النوع الاجتماعي، يعني أنا المرأة الجبلية كتخدم بجد وبقوة، بغيت غير التدخل ديالي هو نورمالمون كنقول بأن المرأة هي مسؤولة على الحالة اللي هي فيها. حنا نورمالمون ملي كيكون المرأة كتحس براسها محقورة، يعني سيتيواسيون دو كونفلي دانتيري، ان كونفلي سيتيواسيون و il y a des intérêts communs et opposés. في هذه الحالة المرأة عندها دو فوا،
لو برومي هو ان ملي كتكون سيتياسيون دو كونفلي كتكون لا كولير كيكون الغضب يعني الانسان كيكون كيعبر على الحاله ديالو اللي كتكون ما راضيش عليها لا كولير من بعد كتجي لا ديبرسيون اكتئاب وهنا كيكون عنده جوج طرقان اما يقبل الوضع ديالو لاكسبتاسيون او يقبل الحاله اللي هو فيها ويمكن كنظن هذا هو الحاله اللي وقع في هذه المنطقه ديال الودلو واما كاين حاله ديال الرفض اللي يقدر يكون فيها الانطواء وهنا بالنسبه للسياسه المتخذه من طرف الدوله والمسؤولين بالنسبه للمنطقه كنظن ان اذا كانت واحد التنميه اقتصاديه غادي تغير من الوضع التنميه الاقتصاديه الفرق اللي هضرتوا عليه ما بين مدينه تطوان وودلاو يعني ودلاو ان با انكور زعما سيفيليزي بهذا المعنى ما تمدناش لو كان كانوا وزينات لو كان كان شغل اللي يخلي الناس يجيو من الاكستيريور باش ابار لو توريزم يعني يجيو الناس باش يستثمروا وكذا هذا كانوا الناس غادي يتاقلموا مع الاوضاع ويمكن الراجل يبطل الراي النظره ديالو للمراه بفعل الاقتصاد اللي هو يغير من العقلية ديال الناس وشكرا بزاف حقا تشرفت بحضور زعما الشكر موصول للاساتذه الاستاذات والاستاذ والمؤسسه مؤمنون بلا حدود اللي سنحت لنا هذه الفرصه اننا اكثر نتعرف على كتاب استاذتنا وهذا شرف كبير لنا وطلبه ديال علم النفس اللي طلبه الماستر اننا حظينا باستاذه من الكفاءه ديال الاستاذه خلود سبعي في حقا زعما اقدم انا ما عنديش سؤال بقد غير واحد تشرفت بقراءه هذا الكتاب في هذا الصيف غير واحد سميت واحد شنو نقول ماشي قراءه زعما لا ترقى الى ان تكون ولكن المهم ان نقول ان هذا من خلال الكتاب لاحظت ان الجسد اصبح محط اهتمام مجموعه ديال الباحثين لماذا لان هذا الجسد هو ما يمنحنا الاحساس بالتفرد الاحساس بالشعور بالهويه لان الانسان ملي كيكون حينما يكون صورته لذاته فهو يكون وفق السياق السوسيو ثقافي رغبة في ماذا في تحقيق انتمائه وهذا ما يجعل الصورة التي يكونها الإنسان ليست نتاج خالص لتمثلاته وإنما هي نتاج تتدخل فيها مجموعة من القيم السائدة في الثقافة ديالو وهنا اللي فهمت أنا من الكتاب ومن خلال المداخلة ديال الأستاذ زينب النجار غير زعما واش ينسجم مع ما جاء في المداخلة أنا اللي فهمت من الإشكالية ديال الكتاب أن في القديم كان العالم القروي والعالم الحضاري بيناتهم واحد ما كاينش كونيكسيون بيناتهم ولكن الآن الوسائل دابا اللي أتيحت أصبح واحد التواصل ما بين العالم القروي والعالم الحضاري واحد التواصل دائم لدرجة أن أصبحت زعما القرويات يحاولن الحفاظ على ما هو فردي من خلال العمل ولكن مع بالانفتاح مع الممارسات الحضاريه وهذا ما فهمت انه دفع استاذتي زعما الى ان تبحث في تمثل المراه القرويه للجسد الانثوي وانعكاسته ذلك لتقييمها لهويتها هي في بعدها الفردي من جهه وفي بعدها الاجتماعي القروي من جهة أخرى هي فجأة الإشكالية كيف تتمثل المرأة القروية في منطقة جبالة تتمثل جسدها وما هي انعكاسات هذا التمثل على إحساسها بهويتها لأن من خلال الكتاب ذاك العنوان جاني واحد ثلاثي الهوية الجندر المرأة بحال واحد ثلاثي كيكون هكا والهوية عندها علاقة بالجنس وب المرأة وعود هكا نفسي يعني ثلاثي بيناتهم واحد العلاقة تواصلية تفاعلية إلى غير ذلك أنا ما فهمتش أن المقاربة اللي اعتمدتها الأستاذة هو من بحث الإشكالية هي مقاربة النوع الاجتماعي وهنا ملي كنتكلموا على المقاربة أوتوماتيكمون كنفكروا في أن راه كاين الجنس وهذا ما جاء في الكتاب كنتكلموا على الجنس وعلى النوع فحينما نتكلم على الجنس هو كل ما يشير الى المفارقات او الاختلافات البيولوجيه اللي تتسم بالثبات بالاستمراريه التي لا تختلف باختلاف الحقب الزمنيه ولا تختلف باختلاف المجتمعات وانما هي ثابته في حين المفهوم النوع الاجتماعي هو مفهوم دينامي اللي هو يتغير باختلاف المجتمعات يتغير باختلاف الاحقاب وهي تشير لكل الادوار الاجتماعيه التي يلعبها كل من الرجال النساء يعني انا فهمت انا من هذه المقاربه اللي اعتمدتها الاستاذه باش انها تحدد للإجابة عن هذه الأسئلة واحد السؤال باقي واش تركب ليا بهذا واش زعما الى اي حد
اذا مكنت المراه من كل زعما التمكين الاجتماعي والاقتصادي وهذا، واش الى تمكنت واش فعلا سوف تتخلص من انها ما يبقاش عندها داك زعما ان الجنس راه هو اللي كيفرض عليها ان الوظيفه ديالها، او نقول ماشي الوظيفه وانما الدور ديالها في المجتمع. لان حنا عندنا هي امراه فانما عندها واحد الوظائف معينه او واحد الدور ماشي الوظائف، ادوار معينه تقوم بها. هل اذا مكنت المراه فعلا تمكينا اقتصاديا، تمكينا اجتماعيا، تمكينا سياسيا، هل بامكانها ان زعما تصبح زعما في ذاتها ما تبقاش ان داك مفهوم الجنس يؤثر على دورها؟ وأشكركم أستاذة خلود السبعي التي لكن لها كل الحب والتقدير والاحترام، والتي أفادتنا طيلة مسيرتنا الدراسية بعلمها وتوجهاتها النبيلة. فعلا أستاذتي نحن فخورون بك جدا، ونعتبرك قدوة ومثالا للمرأة المغربية الرائدة التي شرفت المغرب عموما والشمال خصوصا. مداخلتي أستاذتي فمداخلتي أستاذتي باعتبار أنني أنثى عامة، يعني من محتوى الكتاب، ويعني خاصة منحدرة من منطقة شمالية من تطوان، وبالخصوص جذوري من مدينة من غمارة يعني جبلية. فطرحت في ذهني قبل مفارقة، كيف كانت المرأة قديما وكيف أصبحت حديثا. يعني كانت تتبادر إلى ذهني الكثير والكثير من الأسئلة التي وجدت يعني بعض الإجابات عنها في كتابك، ومنها مثلا كمثال في الأعراس، كانت المرأة قديما تكتفي بلباسها المنديل الشاشية يعني فقط، الآن أصبحت تضع الكثير من الماكياج والتقشيطة التي لها مثلا ترتدي ألوان بالعصر يعني حسب العصر. هذه من جهة. كذلك من حيث الكلمات، كانت قديما يعني في الممارسات الأسرية ديالها يعني تقتصر على الطبخ، على الرعي، على السقي، على أمور اعتادت عليها. الآن نجد تغيرا كبيرا 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 من حيث الأفكار، توجهات، وأيضا سلوكات. فمن حيث الأفكار مثلا نجدها تفكر انطلاقا من ما تشاهد في التلفاز. يعني هنا نؤكد على دخول القنوات الإعلامية وعلى قنوات التواصل الجديدة، الفيسبوك، الواتساب إلى آخره. شكل لنا فارقا كبيرا يعني من حيث تفكيرها كأنثى ومن حيث سلوكها وتطبيقها له. يعني كيف كانت أنها تقتصر فقط على أنشطة معينة، وأصبحت الآن تفكر أنها أنثى، يعني تفكر في جسد، في قوام، في شعر، في لباس يناسب العصر، مثل قريناتها. أشرت بالذكر مدينة ودلو التي تعاني من محافظتها الشديدة. يعني أهنئك جدا على تخطيك لهذه الصعوبة. فعندما نتحدث عن امرأة قروية والحديث معها بحد ذاتها صعوبة، أما الحديث مع امرأة قروية وبالتحديد شمالية فهو يعني يعتبرون الكلام أصلا طابو، خاصة يعني في مجال كالجنس أو كالجسد أو لك الهوية أو لك التحدث عن الرجل، فيعتبر العيب والحشومة والعار أنها يعني تفضي بأسرارها وعن ماذا تفكر بهذه الطريقة. أود شكرك أيضا على مزجك بين النظري والتطبيقي، فنحن بحاجة إلى بحوث تطبيقية لتعطينا لتكون لنا كمرجع نستند إليها في حياتنا الدراسية. أشكرك مجددا أستاذتي على هذا الكتاب. مداخلتي هي نوع من الاستشراف، أنا لم أطلع صراحة على الكتاب ولم أقرأه، تعرفت على بعض الأفكار الأساسية التاوية فيه من خلال مداخلات الأستاذات الفاضلات. يعني أنا لدي ثلاث تساؤلات. التساؤل الأول هو حول المداخل النظرية والإبستيمولوجيا التي انطلقتم منها في بلورة هذا النوع من الإسهام. ثانيا، هناك فكرة مرتبطة بأن السوسيولوجيا عموما تنطلق من قاعدة تقول بأن كل ما هو موجود ومطبوع
مبرر اجتماعي لهذا نبحث فيه. إذا غاب المبرر الاجتماعي للسلوك أو للظاهرة أو هذا لا يمكن أن يقوم للسوسيولوجيا قائمة. السؤال الثاني هو نوع من الاستشراف أيضا مرتبط بمسألة الدفاع عن المسألة النسائية بالمجتمع المغربي، هل تحتمل الاختلاف بشأنها في السياق الذي أشرتم فيه إلى أن هناك نوع من الصراع اليوم بين الإيديولوجيات، أيهما يحتل المرتبة الأولى أو الدرجة الأولى، الإيديولوجيا أم القضية؟ نحن نميز بين الإيديولوجيا كموجه وربما كمانع يحول دون الدفاع عن القضية، وبين القضية نفسها التي ذات مبادئ كونية ولها شرعية، لأن القضية النسائية تأخذ شرعيتها من الطابع الكوني المدفع عليها ولا شيء غير ذلك. السؤال الثالث والمرتبط بما المكان الذي تحتله اليوم الهويات الفرعية، الهويات الفرعية أو الهويات الذاتية، في حين أن وإذا توسلنا بمثلا موقف مانويل كاستلز في كتابه سوسيتي اون ريزو سنجد أنه ينبه إلى مسألة مهمة، إلى أن العولمة كظاهرة اليوم تطبع العالم أجمع، الخاصية المميزة لها هو أنه بقدر هي التمزق بين ما هو اقتصادي المنطق الاقتصادي وبين المنطق الاجتماعي، لأن هناك ظهور وبروز وانبثاق لأشكال هوياتية تدافع عن هويتها الإثنية والفرعية. وشكرا. أدخل مباشرة في النقاش مع الأستاذة خلود. صرحت بأن المرأة القروية في وادلو تعاني من الفراغ ومن تتبع مجموعة من المسلسلات. هنا سأقارب الموضوع الذي تطرقت له الأستاذة في الحديث عن مؤسسة مهمة ومؤسسة الإعلام، لأن التصورات التي ترسخت لدى المرأة القروية حول الثورة عن عدم ممارستها للسلوك الفلاحي هو لم يأتي من فراغ، هو سلوك ترسخ عن طريق وسائل الإعلام. ونعرف هذه المؤسسة الثقل الذي تمارسه والإكراع على الفرد، أولا باعتبارها مؤسسة للتنشئة الاجتماعية تساهم في تكوين هويته، وكذا كمؤسسة تساهم في بناء تمثلات سواء حول الذات أو إلى ما ذلك. بالنسبة لمقاربة الموضوع الجندر أو الهوية عند المرأة القروية أو لماذا طغيان الجسد، لأن الإعلام يكرس وينظر فقط إلى المرأة في الجسد. ألم يحين الوقت الآن مساءلة هذه المؤسسة كمؤسسة تمارس الإكراه ودراسة المنطق الاجتماعي الذي يفكر به من يسير هذه المؤسسات؟ لأن نحن لسنا أمام إيديولوجيا أو أمام أمر واقعي يسائلنا. يجب البحث عن سبل إيجاد الحلول. نحن في زمن نستطيع أن نثبت بأن ليست هناك قرية بمفهوم القديم، ليست هناك القرية، يعني وصول المعلومة وصول مجموعة من المعلومات. القرية كمفهوم تقليدي لم يعد الآن، يعني القرية وصل لها أبعد درجة التمدن، وصلت إلى القرية. الإشكال في ما أثرت الأستاذة على مستوى أوقات الفراغ هو عدم وجود مؤسسات داخل المجتمع كدور الشباب أو التي تهتم بالفتاة القروية أو المرأة القروية. لكي أختم تساؤلي حول الرفض العمل الفلاحي، هو يجب علينا إيجاد بدائل لهذه النساء داخل القرية. وشكرا. أنا أشكر الدكتورة خلود على هذا اللقاء، وكذلك أشكرها على هذا الكتاب الذي لم يسبق لي شخصيا أن قرأته،
لكن إن شاء الله سأقرأه نظرا لأنني أنا عرفت أهميته. فقط لدي مجموعة من التساؤلات دكتورة. السؤال الأول هو هل يمكن تعميم هذه النتائج على كل القرى؟ علما أنه مثلا في قريتنا القرى التي أعرفها شخصيا رغم أنها قريبة للبادية عفوا للمدينة هناك تأثير معروف بين المدينة وبين القرية ونظرا لأن هناك الانفتاح على الإعلام لأن السؤال هل يمكن أن نعمم هذه النتائج؟ ثم سؤال ثاني يعني بمعنى أن اليوم حضور أنا ألاحظ أن حضور هذه الدراسة حضور جسد المرأة في الدراسة السيكولوجية والاجتماعية هو حضور كبير جدا في مقابل أن حضور الرجل يعني غائب تماما. يعني ما هي الأسباب؟ علما بأنه مثلا في الإشهار نحن نشاهد المرأة ونحن مثلا الرجال نتأثر بالمرأة في أفق الاستهلاك، لكن في الواقع نلاحظ أن النساء هن أكثر تسوقا وأكثر تلهفا وراء المنتوج. شكرا. كان لي يعني صراحة الشرف أنني تحت أطير الأستاذة خلود سباعي الدكتورة خلود سباعي، ولن أطيل في الشكر لأن كيف ما سبقوني الإخوة غير طول غير طول. لا بارك صراحة باللي كنت كنقاد زعما النقط اللي بغيت نتكلم فيها وطول عليا داكشي معانا الاخر من رجعت بغيت نقاد لقيت راسي كتبت غير جوج ديال النقطات وتوضرت صراحه. علاش؟ لان بصراحه الموضوع هو حول بالضروره كنتكلموا على الرجل، يعني بالحديثنا على المراه فاحنا كنتكلموا هو حديث حول الرجل، وهنا هو حديث حول الهيمنه الذكوريه يعني بكل صراحه. العجيب هو اللي ولينا كنشوفه هو ان المراه اصبحت هي التي تكرس الهيمنه الذكوريه واصبح الرجل يلعب الدور انه يريد تحرير المراه من تلك الهيمنه الذكوريه، وفي هذه المفارقه هذه هو كيصوب لها معايير التغيير، يعني كيحط للمراه معايير كيفاش تغيري باش تحرري من الهيمنه الذكوريه. وهذا في حد ذاته الى يعني الى الى يعني لاحظناه كنلقاو بان هو شنو هو اننا كنعاودوا نديروا انتاج يعني الذكر يعيد انتاج تكريس الهيمنه الذكوريه بطريقه يعني ذكيه نوعا ما. الامر اللي كيخليني ربما بحديثنا بحال دابا انا كنتكلم على الرجل كانني انا ماشي رجل، يعني بهذا الحديث ديال الغائب ودي راه بان لي انا اللي ماشي رجل بهذا يعني هذا الحديث ديال 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 الغائب. المرأة فاش كتتكلم على المرأة، والرجل فاش كيتكلم على الرجل، وكيتجرد من هذا كيتجرد كأنه هو ما عرفتش. انا صراحة هنا كيجيني ربما خصنا إعادة النظر في هذيك الأطروحات اللي في الكلام اللي كنقولوه، في هذا الكلام اللي هو عبارة عن شنو، هو عبارة عن انعكاس لما نفكر فيه. بأن إلا خدينا الوقت وربما شفنا غير كيفاش كنتناولوا المواضيع ربما نقدروا نلقاو روسنا بأننا كنتناولوا المواضيع بطريقة ربما غير صحيحة، لأن على مر العصور نحن نحرر المرأة من فخ ونضعها في فخ آخر. يعني في هذه الإنتاجات ديالنا العلمية وكذا مازال ما لقيناش الحل. إذن ربما المشكل في الطريقة اللي كنشوف فيها والتناول اللي كنشوف فيه الموضوع. أولا كيف ما يعني قلت هاد الهيمنة الذكورية اللي ولات هي كتوضع لنا معايير ديال كيفاش المرأة خصها تفكر باش تكون هي متحررة. والعجيب هو أن المرأة لا تجد إلا خيار الخضوع، يعني ما كتلقاش إلا اختيار الخضوع، لأن ما عرفتش كيفاش نحطها زعما كان معادلة رياضية، كان عندي المثال في دماغي وهذا، ولكن عندي مثال آخر. يعني كأن الرجل صنع آلة ثم ينام وفقد الذاكرة، وملي فاق هو ولا غير مسؤول على ديك الآلة اللي صوب اللي هي الهيمنة الذكورية، يعني ولا هو الآن كيتكلم هو متحرر من كأن ليس هو الذي وضع الهيمنة الذكورية، مع العلم أنني أنا شخصيا كنقرصي في بعض الأحيان في طريقة تفكيري اللي هي ربما طريقة تفكير اللي هي منفتحة، وكنقل راه عندي في بعض الطيات بأنك تخبى هذيك الهيمنة الذكورية. وشكرا. انا بغيت نسال مع بالرغم ان هي البحث ديالك كان في سنوات 2000 2002، يعني كاين واحد التطور من ذاك الوقت لدابا. الملاحظه اللي بغيت نقول وبغيت نسال، انا كنتسائل وكنتمنى نشوف الاستاذه واش كيتسائل معايا في غايه اليوم، ان كاين نفس المشكل ولا لا، هو ان في العمق هذا المشكل ديال النساء راه دائما كاين اقصاء، دائما كاين تمييز، سواء كنا تنتكلموا على المراه المثقفه الحضاريه او المراه القرويه كانت في الجنوب او كانت في الشمال او كانت في الوسط، او حاليا الا جينا نشوفوا بان
المشاكل اللي كتعاني بها اللي كتعاني منها المرأة بشكل عام نفس المشاكل. اللي كيختلف هو نمط العيش. إلا شفنا المرأة القروية كيكون عندها نمط ديال العيش ديالها خاص بها، ولكن في العمق تنتقاسموا حنا النساء نفس المشاكل. والهيمنة ديال الرجال كاينة أكيدة، لأن ملي ندخل أنا مرأة مثقفة ويكون عندي ابن معاق وانا ندخل السيد تيستقبل الارتياحيه، تيدخل البيت ديالو تيشوف تياخذ الاخبار، يشوف الاخبار يلقى الماكله موجوده. المراه تدخل العمل بنفس يعني المستوى الثقافي، بنفس ربما تكون مديره ربما تكون طبيبه، ملي كتدخل كتستقبل المعاناه، خصها تراجع مع الدراري، خصها تطيب، خصها توجد للراجل، خصها تعتني بالهندام ديالها، تعتني بالهندام ديالها. اذا هذا كله خصيبان لي انا. بغيت نقول للاستاذ خلود ان في العمق رحنا كيف نكونوا في القريه، ولا حتى اليوم رحنا سنعيشوا هذه المشاكل. وشكرا. انا غادي نتكلم على المراه بشكل عام. الاستاذه السؤال موجه للاستاذه خلود. الا يمكن القول ان المراه تساهم وتزكي هذه الهويه التي يسندها المجتمع لهذه المراه، بحيث ان هذا الامر ينتج عنه دور اجتماعي مقولب، كما تساهم ان لم اقل بل تعيد انتاج هذه الهويه، وذلك من خلال اهتمامها بجسدها ومظهرها الخارجي، بالتالي حصر جل تفكيرها بكل ما يتعلق بالموضة وغير ذلك، لكي تحظى بجسد أكثر أنوثة وأكثر إثارة. شكرا. أولا قبل كل شيء كنشكر المؤسسة مؤمن بلا حدود إتاحة الفرصة لنا جميع، سواء الحاضرين سواء الأساتذة المتدخلين. كنشكرهم بدوري من اولهم حتى اخرهم، من المحاضر الاول حتى المحاضر الاخير. انا بالنسبه لي من خلال مداخله الاستاذه خنوس صرحت بان المغرب عرف مجموعه من التحولات الاجتماعيه، الا ان صوره الجسد لدى المراه بقات في واحد الركود، وتكريس الصوره ديال الجسد ديالها بارتباطها بالعنايه بالزوج والانجاب والعنايه بالاطفال. انا التساؤل ديالي أنا بعلي من هذا الدور المتفق عليه ثقافيا واجتماعيا لصورة الجسد المرأة، بغيت نطرح سؤال: كيف يمكن للمساهمة كطلاب باحثين وكشباب في هذا المجتمع هذا نساهموا في تغيير هذا الوضع اللي كتعرفوا المرأة؟ السؤال ديالي الثاني هو طلب، ماشي بحد ما هو سؤال. بغيت نرجع بالكاتبة الكتاب ومؤلفته الى الفتره ديال اثناء اجراءها للبحث، خاصه المقابله والملاحظه بالمشاركه، وفي العينه الاشتغال واش كانت شي مراه من النساء اللي في العينه في وضعيه اعاقه، في حاله الى كانت تم الاستحضار ديالها في الذهن طبعا، حيت الفتره الزمنيه كانت دابا 2017 مع اجراء البحث، في حاله الا كانت الا تم استحضارها طبعا في الذهن، شنو صوره الجسد اللي كانت عندها في ديك الفتره، بالرغم من ان هذه الفتره هذه مازال كاين واحد التكريس للصور النمطيه للاعاقه بصفه عامه والمراه في وضعيه اعاقه بصفه خاصه. وشكرا. في الحقيقه أتوجه مرة أخرى بالشكر لمؤسسة مؤمنون بلا حدود في الشخص الأستاذ عبد النبي، للأستاذة خلود السباعي، للأستاذة زينب على هذا التقديم على البحث وعلى تقديم هذا البحث وعلى فرصة إلقاءه ومناقشته في هذا الجو الجميل. في الحقيقة لا إكره الوقت لا ديمقراطية الوقت، لأننا في حاجة من خلال هذا الكتاب كأرضية لمناقشة الكثير من المشاكل التي نعاني منها كنساء كرجال كمجتمع. حينما نناقش قضية المرأة فرجل حاضر بقوة، سواء كان واعي بهذا المشكل أو غير واعي. وهنا أجيب فقط عن السؤال: المرأة مسؤولة عن هذا الوضع؟ المرأة ليست مسؤولة عن هذا الوضع، لأن تشكيل فكر ووعي المرأة كان بطريقة خاطئة.
تمثلها لنفسها لقضيتها لدورها في المجتمع كان بطريقة خاطئة، تمثل الرجل كذلك لهذه الأدوار كان بطريقة خاطئة، وبالتالي تعتبر أن هذا الثقافي هو طبيعي، وهذا هو الإشكال، أنها لم تستطع أن تفرق ما بين ما هو طبيعي وما هو ثقافي. الثقافي تعيشه كأنه وضع طبيعي، كيف يمكن تغيير الوضع؟ إذن هو سؤال ماركسي محض، من أين سنبدأ؟ إذن طرحه بالخصوص مارك، هل نغير الفكر أولا يعني الوعي أم الواقع؟ أم الواقع سنغير الوعي؟ إذن هي مسألة العلاقة ما بين اثنين، أولا تغيير الفكر لتغيير الواقع، وتغيير الواقع من أجل تغيير هذا الفكر، لأن هي جدلية علاقة ما بين وعي وما بين الواقع. بعجالة كذلك أجيب عن أستاذة، فعلا أستاذة نعيش هالتعدد في الأدوار لدرجة أنه يرهقنا، لدرجة أننا نتساءل ماذا أضاف العمل خارج المنزل للمرأة غير الإرهاق. تعدد الوظائف، البعض مثلا في الدراسة الأوروبية نحن نعيش ازدواجية الأدوار، هم يتحدثون عن رباعية الأدوار، يعني حتى ذلك الدور الحميمي مع الرجل تعيشه المرأة بإكره لأن الضغوطات إلى غير ذلك. لم نستطع أن نتخلص في ظل هذه الثقافة من هذه الأدوار الملتصقة بنا والتي تجعلنا لا نستفيد من حياتنا، نعيش الحياة كعطاء ولكن لا نعيش هذه الحياة كاستمتاع، كاستمتاع بالفعل. هناك سؤال بعجالة كذلك للطالب عن ألان تورين، الحركة الاجتماعية هل هي هجومية أم نضالية؟ في المغرب عن أي حركة اجتماعية نتحدث؟ أصبحنا نتحدث عن حركات اجتماعية، وطبعا لن أجيد بشكل جزافي بل انطلاقا من قضايا الاشتغال الحركة النسائية. المطالب الحركة النسائية لازالت مطالب بسيطة، الحق في التعليم، الحق في الصحة، الحق في الأمن، الأمن بالأمن الجسدي والأمن النفسي، وحتى الأمن النفسي لا نناقش العنف الرمزي علينا كنساء، حتى تمثلنا كنساء نتمثل هذه الهوية بشكل مأزوم، ما بالك عن الأمن الجسدي، العنف في كل مكان، وحدث ولا حرج في جميع المجالات، وكيف ما كنتي مرأة كن فوق كن لتحت رك معنفة، رك مرأة مختزلة في رك مرأة، يعني فهل وصلنا في الحركة النسائية إلى الابتعاد عن هذه المطالب؟ هل هي حركة هجومية؟ هي حركة أولا مطالبة هجومية في بعض اللحظات، والغريب مثلا أحيانا حينما نطالب ببعض الحقوق من طرف الحركة النسائية نلاحظ مسيرة الدار البيضاء ومسيرة الرباط في تغيير مدونة الأحوال الشخصية اللي هي حتى مدونة الأسرة. حاليا الصراحة ولا مفهوم، هل المساواة الكاملة أم التكامل؟ المساواة بشروط، المساواة بدون شروط، ما هذه الثنائية؟ هل أصبحنا نتحدث فعلا عن قضية المرأة أم عن إيديولوجيات تؤثر قضية المرأة؟ إذا كانت قضية المرأة راهي موحدة، ولكن إذا كنا نعيش في ظل إيديولوجيات فنحن نعيش هذا التشتت في الدفاع عن حركة النساء. إذا حركات النسائية كما جاء على لسان الأستاذة لازالت تعاني للاضطراب، لازالت تعاني هذا الخلل والتشتت. إذا نحن كنساء لسنا متوحدات حول قضية واحدة. إذا الرجل يؤثرنا فعلا في البداية لم يكن الأمر متوفرا بالنسبة للنساء لكي يطرحنا هذه القضية، طرحت من طرف الرجال قاسم أمين الحركة الوطنية إلى غير ذلك، ولكن حاليا نرى النساء يدافعن عن النساء مثل هذه البحوث، هي ليست بحوث من أجل البحوث، بحوث من أجل إماتة اللثام عن أشكال المعاناة التي تعيشها المرأة ومن أجل تغيير هذا الواقع. وطبعا حتى في ظل هذه البحوث هناك انتقادات من طرف عقليات معينة، واش قضية هذه المرأة ولات غير بالنسبة للمرأة، واش الرجل ماشي محقه يدافع عن قضية المرأة؟ لا، غير يدافع عن قضية المرأة، الأساسي هو أننا نوصل مجتمع احنا متحرر، أنا ضد الفصل ما بين الرجال والنساء، أنا أدافع عن الديمقراطية العادلة في الوصول للسلطة، في الوصول للخيرات، في مجتمع يتمتع بالرفاهية بالنسبة للنساء وبالنسبة للرجال، وأهلا بالرجال للدفاع معنا في هذا.
في هذه القضية وشكرا. شكرا. نشكر طلبتنا الأعزاء وأساتذتنا والمتدخلين جميعا المتدخلات على إغناء هذه المداخلات بالأفكار التي فعلا تفاعلوا معها. شكرا على هذا التفاعل، وفي الحقيقة هذه الأفكار التي طرحت أفكار مهمة تنم عن المستوى الوعي ديال الشباب ديالنا، ونحن نفتخر بهذا ونعتز بها هؤلاء الشباب. كما أشكر الأستاذة خلود دائما على يعني أن لولا هذا الكتاب لما اجتمعنا في هذه يعني الأمسية العلمية الرائعة. أنا سأجيب بصفة يعني شاملة. أولا المسألة التي لا بد أن نركز عليها أننا حينما نطرح قضية علمية لا بد أن نطرحها في سياق، واحد السياق، لا يمكن أن نجزئ القضايا. إذن لا بد أن نرى الأمر واحد السياق شامل. ما هو السياق؟ هو كما ذكر أحد المتدخلين الأعزاء قضية العولمة. العولمة الآن تفعل فعلها، لذلك حينما نتحدث عن التحولات التي طالت المجتمع القروي لا يمكن أن نتحدث عن المجتمع القروي كأنه مجتمع منغلق الآن، يعني واحد مجتمع منعزل، واحد الجزيرة منعزلة، وأن النساء القرويات يعني منغلقات على أنفسهن. لا، الآن وسائل الإعلام كما تطرق أحد الإخوة، وسائل الإعلام الآن تخترق يعني الكهرباء القروية التي الآن تفتخر الدولة المغربية بأنها حققت أرقاما جيدة في الكهرباء القروية، ونحن نقول في دليل التنمية البشرية كلما حققنا أرقاما جيدة في البنية التحتية اللي هي الكهرباء القروية، إيصال الماء الشرب، إيصال الطرق، وسائل اتصال، كلما كان يرفع من مؤشرات التنمية البشرية في تلك القرية أو في ذلك البلد. لذلك فالكهرباء القروية الآن في المغرب تقريبا ستصل إلى 100%، وهذا شيء جميل. يعني لا يمكن أن نقول إن القرية كانت في القديم كذا، لا، يعني هناك تحولات، هناك تطورات. لا يمكن للقرى المغربية أن تبقى كما كانت، لا يمكن، في إطار الكهرباء القروية، إيصال وسائل النقل، ثم في إطار إيصال الماء الشرب إلى آخره. لذلك فالكهرباء القروية ماذا أعطتنا؟ التواصل، بمعنى أن النساء القرويات الآن لم يعدن يركبن على الحمار لكي يصلن إلى السوق، فهم يركبن في وسائل النقل لكي يصلن إلى السوق. في الأسواق، الأسواق الآن في السوق القروي لم يعد كما كان سابقا. السوق القروي الآن مليء بالمنتوجات الحداثية الحديثة، يعني ألبسة عصرية، كل ما تجده في المدينة تجده في القرية. بل وأشارت الأستاذة في محاضرة سابقة إلى أن حتى وسائل المكياج تباع بأثمنة زهيدة ومن الرداء بمكان في الأسواق القروية. لذلك تجد هؤلاء الفتيات القرويات يعني يجمعن بعض يعني النقود ويتسابقن في استهلاك تلك المنتوجات التجميلية، مثلا ديال الحواجب، ديال الأعين، ديال الشفاه، ديال كذا، ويتباهين بذلك في أنني يعني اقتنيت كذا وكذا وكذا. كذلك على مستوى الألبسة، الجين الآن لم تعد فتاة الحضارية تلبسه هي وحدها الجين الآن أصبح يعني منتشر في الأسواق، بمعنى أن المشكل اللباس هو مشكل عولم ومشكل عالمي. ما تلبسه المرأة في نيويورك تلبسه المرأة في المغرب، وتلبسه المرأة في ودلو، مع بعض الفوارق بطبيعة الحال. لذلك لا يمكن أن ننسى التأثير ديال العولمة، والعولمة كما نعلم عندها أبعاد اقتصادية، حيث أنه للشركات المتعددة الجنسية ماذا تفعل؟ تريد أن تربح، هدفها ربحي، تدوس على القيم في المجتمعات يعني المجتمعات البسيطة أو المجتمعات يعني المحافظة أو اللي عندها هوية معينة. ماذا تفعل العولمة؟ العولمة عندها هدف شنو هو؟ ربحي، حيث أنه
كلما باعت كلما كانت أسواقها ربحية كلما ربحت. لذلك فالعولمة تشتغل بمنطق رابح رابح، وتدوس على القيم وتدوس على الخصوصيات، على الخصوصيات. لذلك وعلى الهويات، وعلى الهويات. أعود هذه المسألة العولمة. مسألة واحدة أخرى، لا يمكن كذلك أن نفصل تطور المجتمع المغربي في قضايا التقدم والتخلف. يعني هل المجتمع المغربي مجتمع وصل إلى صفوف الدول المتقدمة؟ لا، يعني المجتمع المغربي لا زال من المجتمعات التي تسير في طريق النمو. المجتمع المغربي الآن يوصف بأنه مجتمع صاعدة، وهذا جميل. لذلك هاد التحولات تأتي ببطء، تأتي ببطء، ولكن أتمنى أن تكون هاد التحولات إيجابية. مثلا يكون تحول إيجابي على مستوى التعليم. لذلك هنا نتساءل، هل المجتمع المغربي في إطار هاد التحولات حقق تحولا نوعيا على مستوى التعليم؟ الجواب تجدون عندكم، يعني المؤشرات ديال التعليم مؤشرات دنيا، يعني ضئيلة، يعني لازلنا لم نحقق أرقاما قياسية في التعليم. لا زال المغرب يكافح من أجل محو الأمية، وفي علمكم في القرى وفي البوادي لا زالت هناك أسر لا ترسل فتياتها إلى المدارس. بسبب ماذا؟ بعد المسافة. لا زال هذه القضية بعد المسافة مطروح. لا زال المعلم لا يأتي إلى المدرسة إلا نهار السوق. لا زال هذه القضية دي التعليم لم نحقق يعني أرقاما تؤشر على أننا نتحول تحول إيجابي جدا. لذلك فكلما كان التعليم يعني يعني مستوى، كلما يعني نتحدث عن تأخر في التنمية البشرية. الطالب اللي يتكلم عن الاقتصاد، أنا أشاطرك الرأي على أنه ما دام ليست هناك برامج اقتصادية تستهدف الوسط القروي ببرامج قوية، فسيبقى المشكل مطروحا. لماذا؟ لأنه فعلا ذكرت الأستاذة أن منطقة وادلو فيها تحولات على المستوى السياحي، ولكن على المستوى الاقتصادي لا نجد مصانع، لا نجد، رغم أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تستهدف مناطق جيوب الفقر، ما يسمى بجيوب الفقر. يعني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تستهدف بعض الجيوب، ولكنها تخطئ التنمية. لماذا؟ لأنه ليست هناك دراسات ميدانية تبحث أو تدقق أين يوجد بالضبط هذه جيوب الفقر، أين توجد. لذلك نجد بعض المناطق شملتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ببرامج تنموية، رغم يعني أعطت نتائج، لا نقول أنا لم تعطي نتائج حتى لا نكون سوداويين في حكمنا، ولكن بعض المناطق يعني أخطأتها التنمية، أخطأتها. ولذلك فعلا لا بد من برامج اقتصادية وبرامج اجتماعية. الطالب اللي يتكلم عن الجمعيات، أنا لا نجد جمعيات في وادلو، لا، هناك جمعيات، هناك جمعيات المجتمع المدني موجودة في كل مكان، المجتمع المدني حاضر، ولكن يعمل بطرق مختلفة، شي مرة تنجح شي مرة تخطأ، شي مرة تتلقى جمعية مسجلة ولكن لم تصل إلى تحقيق أهدافها، شي مرة كتلقى الجمعية جوج الناس يشتغلوا فيها، هذه كلها عوائق، عوائق تنمية. بداية بعد أتوجه بالشكر الجزيل لكافة الطلبة وكافة المتدخلين والمتدخلات على اهتمامهم وعلى تفاعلهم الإيجابي وعلى عمق تفكيرهم، وهذا يعكس أيضا يعني كما شكرني الطلبة أتوجه إليهم بكل الشكر، ويعني هذا أيضا يعكس مستوى طلبتنا الذي علينا أن نفتخر به. إذن فبخصوص أيضا أشير إلى ما أشارت إليه، وأكيد على ما أشارت إليه الأستاذة حينما قالت نحن محتاجون إلى الحوار الهادئ. إذن عادة لما يتعلق الأمر بالمرأة في بعض المجالات يكون هناك تشنج وتصلب، وإذن فما طبع هذا الحوار كان حوارا علميا هادئا، وهذا شيء إيجابي أيضا يدل على أن شبابنا رغم ما نخاف منه فهناك يعني جو تفاعلي إيجابي يساعد على الحوار.
ليس لدي في الحقيقة ما أضيفه، كانت تساؤلات كثيرة جدا يعني لدرجة لضيق الوقت كي صعب الإجابة عليها. أشير فقط إلى بعض الأشياء التي ربما أثرتني، مثلا بالنسبة للعنوان، لماذا تم كتاب مفهوم الجندر، تم استعمال مفهوم الجندر في العنوان ولم يتم استعمال المفهوم الأكثر تداولا اللي هو النوع الاجتماعي، خاصة في هذه الفترة، في فترة 2004 اللي كان مازال المفهوم أحيانا الناس يعني يتساءلون كيف أقرأ هذه الكلمة ما معناها، وقيل لي على الأقل كنت تضعينها بين مزدوجتين. إذن فكان لدي الاختيار في الحقيقة، ولكنني فضلت استعمال مفهوم الجندر لي يعني إشاعة هذا المفهوم، يعني رغبة في إشاعة هذا المفهوم أكثر، رغبة أيضا في الدفع بالقارئ إلى قراءة هذا الكتاب، ماذا يوجد في هذا الكتاب. إذن فكان يعني مقصودا. بالنسبة لي كلمة أيضا أو مفهوم أثار انتباهي، وهو هناك من تحدث من المتدخلين عن ما سماه بالعبودية الطوعية. إذن منطقيا هل يمكن أن نتحدث عن عبودية طوعية لدى النساء إن لم يكن استلابا؟ إذن فهنا أعرج على ما قاله طالب الفحل في النهاية حينما قال يعني تحررت المرأة وخرجت إلى المرأة، ولكن خرجت ببنيات لكي تعمل ضمن بنيات فكرية وإيديولوجية ذكورية. إذن فإلى خدنا مثلا مجال العمل، فمجال العمل بتوقيته بترقياته بتقسيمات الموجودة فيه هي لازالت كما هي، خرجت إليها النساء منذ مدة ولازلنا يعني وصلنا فيها إلى مراكز القرار في بعض يعني المناصب، ولكن أين هي بصمات النساء؟ أين هي يعني لم تصل النساء إلى تغيير مثلا قوانين العمل لصالحهن في حالة الحمل، في حالة الرضاعة، في حالة الولادة، في حالة لا زالت كثير من النساء يطردن من العمل بفعل الأمومة. إذن فهنا فعلا نتساءل، خرجنا وساهمنا ولكن بأية ذهنية في عالم رجولي؟ هذا هو الخطير في الديمقراطية المعاصرة، وهي وجود عنف بنيوي، عنف يعني غير مرئي. قبل كنا نتحدث عن العنف هو ضرب الرجل، يعني العنف المادي للرجل على المرأة، اليوم هو عنف المؤسسات، عنف المؤسسات فعلا، يعني قوانين العمل، البرامج التلفزية، وسائل الترقية مثلا. إذن يعني كيف نفسر على أنه في كثير من الشركات وفي كثير من المقاولات لا تحضر في التكوينات في الفورماسيون لا يحضر إلا الرجال؟ علاش؟ لأن النساء لهن يعني إذن لهن وظائف أخرى ممزقات ما بين العمل في المؤسسة والعمل في المنزل. إذن ملي كتجي فرص للتكوين فالنساء لا يستطيعن المشاركة في المساهمة في التكوين. إذن هنا لماذا لا نفكر في نظام يضمن مشاركة النساء بحفاظهن على الأمومة، بحفاظهن على الأسرة؟ إذن فالمرأة لا زالت اليوم لكي تتقدم يجب عليها أن تضحي، فكثير من النساء يضحين بالإنجاب، بالزواج، لأجل أن يتقدمن في العمل. إذن هذا ما أقصد بالبنيات الفكرية الذكورية. أرى هدوءا. أرى هدوءا. إذن بالنسبة للتمييز، أو يعني هل كان هناك فصل ما بين التجزيء في الموضوع، ما بين ما هو سيكولوجي وما هو اجتماعي، ما هو فردي وما هو اختياري لموضوع الهوية في حد ذاته؟ إذن فحينما نتحدث عن الهوية، تعريف الهوية هي أنها لها أبعاد فردية وأبعاد اجتماعية. كانت هذه الخلفية الإبستيمولوجية التي انطلقت منها، وهي تعريفات الهوية عند سائر الباحثين في علم النفس الاجتماعي. إذن ليست هناك، حينما أقول من أنت، حينما أطرح سؤال من أنا أو نطرح سؤال من أنت، فأنا أقدم نفسي باسمي الفردي واسمي العائلي. إذن فليس هناك فرق، حينما يعني ليس هناك شرح، فالإنسان هو عبارة عن وحدة، وهويته لها امتدادات سيكولوجية ولها امتدادات انتمائية، فأنا فلانة أنتمي إلى
كذا. إذن فشخصيتي، طبعي، أفكاري، تمثلاتي هي فعلا ديالي، فعلا أكونها أنا، ولكن هي دائما متأثرة بالوسط الذي أعيش فيه. وفي هذه الهوية ذات البعد الفردي والثقافي تم التركيز أيضا على الجسد، والجسد هو موضوع تناولته مجموعة من التخصصات، علم اجتماع، الأنثروبولوجيا. ولكن في علم النفس حينما نتحدث عن الجسد نتحدث عن صورة الجسد، بمعنى تمثل الشخص لجسده، غير فقط هذا التمثل. حينما أتحدث عن التمثل والتقييم والنظرة إلى الجسد ويعني هذا المعيش السيكولوجي للجسد، فهو أيضا لا ينفصل عن ما هو ثقافي، لأن تمثلاتي، أفكاري إلى غير ذلك هي مستلهمة من التنشئة الاجتماعية. وبهذا المرأة لا يمكن إلا أن تكون في نظرتها لجسدها يعني لا تقوم سوى بعملية إعادة إنتاج ما تعلمته وما تلقته. فالجسد جسدي مهما كان ملكي، مهما كان حميمي، فهو لا ينفي أنني في ملكيتي، ألبس بما يناسب سني، جنسي إلى غير ذلك. إذن كنظن الفتاة القروية والتقليد والمباهات فعلا أنه الفتاة القروية تبخس، تعيش تبخيس للهوية القروية، تريد أن تقلد المرأة الحضرية. وكلما نجحت في التقليد كلما كان المسألة بالنسبة لها مباهات، ولكن المشكلة هي أنه ليست هناك مباهات. لأنني أتذكر يعني ما كانت تقوله الفتيات، تقول نحن مقلدات لا نعرف حتى كيف نقلد، مقلدات غير قادرات حتى على التقليد. إذن لكي نرى يعني مدى الإحباط ومدى التبخيس الذي تعيشه هذه الفئة من الفتيات، وهذا أمر يحز كثيرا في النفس، لأنه إذا كان كاين في 2000 فهو لازال يعني ازداد عمقا اليوم لازدياد الاحتكاك ما بين ما هو حضري وما هو قروي في منطقة ودلو. إذن شكرا.